عمادنا الصدق والموضوعية والجدل المتكافئ. مرجعيتنا مرجعية ضمير ووطن، لحيادنا ثمن دفعناه دما. قد نخطئ أحيانا وجل من لا يخطئ، لكننا نحمده أن ثبت على الحق خطانا. نقدم الحقيقة من منظورك أنت، لا من منظور سلطة ولا جاه ولا مال. حينما يتحول الحق إلى شك والشك إلى زور، فنحن من يقطعه باليقين. حين يتحول الأبيض إلى رمادي والرمادي إلى أسود، فنحن من يقدم الحقيقة البيضاء. الشرقية نيوز، أول من يعلم وآخر من يسكت. العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. أهلاً بكم بكل خير مشاهدي قناة الشرقية والشرقية نيوز، أهلا بكم إلى الحصاد المفصل لهذه الليلة. مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى حصاد الشرقية نيوز، نبدأه بالعناوين. لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية، بيان لحكومة العبادي قبل ساعات من أفواج تغلق المنطقة الخضراء. التيار الصدري ولواء 56 هل تواجها في الكرادة؟ في الحصاد التغطية الكاملة. فنحن أول من أطلق مشروع إصلاح العملية السياسية وكل ما علقت بها من ممارسات خاطئة، وكنا ندرك منذ البداية أن طريق الإصلاح شاق وطويل.
العبادي يدافع عن وثيقته ويتجاهل مهلة 16 من آذار بعد رفض الكتل السياسية التجاوب معها. لقد قدمنا الوثيقة للكتل السياسية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فجميع الكتل مشاركة بالعملية السياسية والحكومة في آن واحد. ما هو رأي الكتل السياسية بكلمة العبادي؟ هل تم مونتاجها إلى الحد الذي أفقد مضامينها؟ الاعتصامات تكون في أماكن محددة وأن تكون بموافقات أصولية، وإذا لن تكن في أماكن محددة بموافقات أصولية سوف تردع وتضرب. نواب في دولة القانون يهددون بضرب الاعتصامات وردعها إذا خرجت من أماكنها المحددة. وفي الحصاد الشرقية نيوز في تغطية كبرى لملتقى السليمانية حوار مع عشرات الشخصيات المحلية والدولية المشاركة. أهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد. في خبر عاجل ورد قبل قليل أن مشادات حصلت بين مجموعة من أنصار التيار الصدري وحمايات اللواء 56 المسؤول عن المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها. الاشتباك حصل في منطقة الكرادة بحسب الشهود أثناء محاولة نصب إحدى سرادق الاعتصامات. هذا ولم ترد تفاصيل كافية، وسنحاول الوصول إلى معلومات إضافية خصوصا بعد إعلان رسمي ببيان حكومي رفض الحكومة إقامة الاعتصامات وفق القانون بحسب بيان سنأتي على ذكره في الحصاد. إذن مشاهدينا للمزيد من الإيضاح سينضم إلينا مراسل الشرقية نيوز ميناس سهيل. ميناس مساء الخير، ما هي آخر المعلومات عما جرى بين أنصار التيار الصدري واللواء 56؟ تفضل. نعم شيرين، أهلا بك وأهلا بمظفر. الآن الذي حدث وآخر التطورات التي وردتنا قبل دقائق من الآن هو أنه اللواء 56 سمح للمعتصمين من أنصار التيار الصدري بنصب عدد من السرادق قرب البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء القريبة من جسر الطابقين، وبالفعل تم نصب السرادق، والآن أنصار التيار الصدري موجودين داخل هذه السرادق. لكن قبل أن تنصب السرادق يعني كانت هناك مشادة كلامية لم تتطور إلى اشتباك، كان هناك بعض المشادات الكلامية، حضر ضابط رفيع من اللواء 56 وتحدث مع المعتصمين الذين كانوا ينوون نصب هذه السرادق، ويعني هذا الحديث وهذه المفاوضات هي التي امتصت غضب الجانبين، ومن ثم انسحبت القوة إلى البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء من جهة جسر الطابقين في منطقة الجادرية، وتابع المعتصمين نصب السرادق، وهم الآن يعني قبل دقائق من الآن هم نصبوا السرادق، والآن هم متواجدين داخل هذه السرادق مع انتشار أمني مكثف في محيط هذه المنطقة، وأيضا معلومات من داخل اللواء 56 وأيضا من قيادة حماية بغداد وبعض المصادر من داخل المنطقة الخضراء بأن القوة الآن يعني فضت أي اشتباك أو أي مشادة كلامية، وهي تتعامل بكل هدوء وحذر مع المعتصمين. لكن أيضا المعلومات الواردة لنا من داخل المنطقة الخضراء تؤكد بأنه أي معلومات أي أوامر لم تصدر من القيادة العليا، أي يعني من رئاسة الوزراء أو مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لم تصدر لفض هذا الاعتصام أو لاقتحام هذه السرادق. هذا ما يجعل الأمور هادئة لغاية الآن، يعني لغاية الآن الأمور هادئة وتسير بشكل طبيعي، لكن المنطقة يعني قطعت بعض أجزائها، وهي منطقة مفصلية، منطقة الجادرية، وفيها ساحة كبيرة، وهذه الساحة هي يعني طريق مفصلي يربط أهم مناطق بغداد بجانب الكرخ، يعني مناطق الدورة، جسر الطابقين. القوات الآن تنتشر بشكل مكثف، وهناك تعزيزات قبل قليل وصلت لها
هذه القوات. أيضا عجلات مكافحة الشغب انتشرت، عدد كبير منها موجود قرب سرادق المعتصمين التي نصبت الآن. هناك بعض السرادق يعني لم تنصب لكنها يعني أجزاءها موجودة، لكن لا نعلم طيب. أن هذه السرادق ستنصب وتكون مكملة للسرادق الأخرى، لحد الآن هذه المعلومات المتوفرة لدينا. طيب ميناس، يعني هل تعتقد يعني حسب الرؤية والمشاهدات التي شاهدتها أنت بنفسك، هل تعتقد بأن الأيام المقبلة ستشهد سرادق كثيرة؟ أيضا هل هناك معتصمون حاليا؟ كم من السرادق تم وضعها حاليا؟ ما القراءات، ما المشاهدات التي شاهدتها فعليا يعني، أو شاهدتها أنت فعليا؟ مظفر، ليس أيام، أنا أتحدث عن ساعات. الساعات القليلة القادمة ربما إلى فجر يوم غد ستحمل كثير من الأحداث بهذا الموضوع، لأنه هناك عدد أيضا من أنصار التيار الصدري ينوون نصب سرادق في البوابة الأخرى للمنطقة الخضراء، البوابة القريبة من وزارة الخارجية، القريبة من كرادة مريم. لكن هذه المنطقة، أنا أتحدث عن منطقة كرادة مريم، البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء، الآن طوقت بقوات ضخمة جدا. قوات، هذه القوات لم تخرج من المنطقة الخضراء، بل جاءت من مواقع أخرى وانتشرت بكثافة. لكن هذا الموقع أو هذا المكان كرادة مريم لم يصله أي شخص من أنصار التيار الصدري، ولم يقوموا بنصب سرادق. لكن عدد السرادق التي نصبت الآن في البوابة الأخرى، يعني في قرب جسر الطابقين، أكثر من 4 سرادق كبيرة، والآن المعتصمين موجودين داخل هذه السرادق. شكرا لك على هذه المعلومات ميناس السهيل، مراسل الشرقية. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. مشاهدينا، هذا الحصاد مستمر معكم من الشرقية والشرقية نيوز، وتشاهدون فيه. لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية، بيان لحكومة العبادي قبل ساعات من أفواج تغلق المنطقة الخضراء. فنحن أول من أطلق مشروع إصلاح العملية السياسية وكل ما علقت بها من ممارسات خاطئة، وكنا ندرك منذ البداية أن طريق الإصلاح شاق وطويل. العبادي يدافع عن وثيقته ويتجاهل مهلة 16 من آذار بعد رفض الكتل السياسية التجاوب معه. أهلا بكم من جديد مستمرون في هذا الحصاد من الشرقية نيوز. دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا المتظاهرين إلى سلمية التظاهر وتحديد مكان التظاهرات وعدم السماح بالاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما لا يسمح بتعطيل المصالح العامة والخاصة. نجدد دعوتنا إلى استمرار الالتزام بسلمية التظاهر والتعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين، إضافة إلى واجباتها الأخرى التي ذكرناها، وأننا نؤكد وقوفنا إلى جانب المواطنين وضمان حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي وحرية التعبير والتظاهر التي يحق لنا كبلد وشعب أن نفتخر بها ونصونها ونحميها. ونجدد توجيهاتنا إلى إخوانكم في الأجهزة الأمنية ببذل أقصى جهودهم لحماية المواطنين والمتظاهرين والأمن العام في بغداد والمحافظات الأخرى، وأن لا نتهاون في التصدي لأي مظهر مسلح يخرق القانون ويعطل المصالح الخاصة والعامة. كما نؤكد على أهمية احترام القانون والالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية المختصة فيما يتعلق بمكان وزمان التظاهر، بما لا يعرض أمن المواطنين ومؤسسات الدولة للخطر.
ونستمر مع المحور الأبرز في حصاد هذه الليلة، إذ أعلن العبادي أنه أمهل الكتل السياسية أسبوعاً لتقديم مرشحيها ضمن التغيير الوزاري المرتقب في حكومته، مجدداً رفضه مشاركة أي جهة في الحكومة وفي نفس الوقت تقف ضدها، ومشيراً إلى أن ذلك لن يكون مسموحاً به في التشكيلة الحكومية الجديدة. وقد أمهلنا الكتل النيابية وفعاليات المجتمع أسبوعا كاملا لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية منهم ومن غيرهم من المهنيين التقنقراط وفق الشروط والضوابط والمعايير المعلنة. أيها الإخوة الكرام، لقد قدمنا الوثيقة للكتل السياسية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فجميع الكتل مشاركة بالعملية السياسية والحكومة في آن واحد، ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى الوضوح في المواقف، فلا يمكن أن تكون هذه الكتلة في الإصلاح ولا تشارك في الإصلاح، وليس مقبولا لأي جهة أن تكون مشاركة في الحكومة وهي ضد الحكومة في نفس الوقت. وكما تعلمون، فنحن أول من أطلق مشروع إصلاح العملية السياسية وكل ما علقت بها من ممارسات خاطئة، وإذا كنا نقر بوجود خلل أو فساد هنا أو هناك فلا بد أن نصلحه، وكنا ندرك منذ البداية أن طريق الإصلاح شاق وطويل، وأن أهدافه ومراميه النبيلة لا تتحقق فورا ولا تتم دون تضامن وتعاون وتحمل الجميع لمسؤولياتهم، لأن الإصلاح ليس مسؤولية فردية أو فئوية، بل هو واجب وطني وشرعي وإنساني. إذن نبقى في موضوع الإصلاح، نبقى في موضوع التظاهرات وأيضا الاعتصامات، حيث رفض مجلس الوزراء العراقي رفض إقامة الاعتصامات إلا من خلال الأطر القانونية المعمول بها، وقال ما نصه إن مجلس الوزراء في الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية، يشدد على أن تتم وفق الأطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية من سلطة الترخيص، حيث لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف، ومن جهة أخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة. هذا وذكر المجلس في بيان له قبل يومين من اعتصامات دعا إليها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لإجبار الحكومة ومجلس النواب على إجراء تغييرات لإنقاذ البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية. ذكر استعداد المجلس بكل وزرائه لترك مناصبهم تقديرا للمصلحة العليا، وأنهم مع أي خطوة يقدم عليها رئيس المجلس في ملف الإصلاحات الشاملة. هذا وذكرت مصادر في التيار الصدري أن الاعتصامات ستقام الجمعة أمام ثلاثة مداخل للمنطقة الخضراء المحصنة، وهي مقر الحكومة ومجلس النواب وعدد من السفارات الأجنبية، من دون أن تؤثر على حركة المواطنين. وفي استعراض لردود الأفعال حول هذه الاعتصامات، تصاعدت داخل التحالف الوطني حدة التصريحات المتعلقة بالاعتصام المزمع للتيار الصدري، مع تهديد كل جهة بالشروع في إجراءات يقول كل طرف أنها تتماشى مع الدستور. نواب في حزب الدعوة هددوا بضرب الاعتصامات وردعها إذا ما خرجت من أماكنها المحددة، فيما يقول نواب عن التيار الصدري أن كل من يمس التظاهرات والاعتصامات يهدف لحماية المفسدين المتنفذين في الأحزاب والموجودين في الحكومة. نتابع. فعلا يوم أمس ليلا بعد الساعة 7 ليلا كان اجتماع لكتلة الدعوة بقيادة رئيسها السيد المالكي والأمين العام لحزب الدعوة السيد نور المالكي، وكانت النقاط الجوهرية واللي طرقوا لها وهي فعلا تكون هي ما تدور فيها الساحة الآن هي موضوع الاعتصامات وموضوع الوزارات. الأخوة أبدوا رأيهم بخصوص الاعتصامات بأن الاعتصامات تكون في أماكن محددة وأن تكون بموافقات أصولية، وإذا لن تكون في أماكن محددة بموافقات أصولية سوف تردع وتضرب ولا سمح الله، وهذا يسبب لنا إرباك ثاني، وخاصة الآن قواتنا الحكومية تقود معارك في الموصل والأنبار ومناطق اللي بقيادة
داعش والقوات الإرهابية. لا يخفى على الجميع أنه محاولة بعض الكتل السياسية تأثير سلبا على سير التظاهرات وكذلك الاعتصامات المزمع يعني مباشرة يوم الجمعة القادم. كثير من هؤلاء يحاولوا أن يدافعوا عن المفسدين من ينتمون إلى هذه الأحزاب وحتى وإن كانوا أطراف في الحكومة. الحكومة لديها علم مسبق بالتظاهرات وكذلك الاعتصامات أمام مداخل المنطقة الخضراء، وأي تصريح من أي جهة سياسية مخالف لهذا الأمر أو يحاولوا أن يؤثروا سلبا هذا كلام مرفوض، وهنالك حكومة عليها هي أن تبدي هذا الرأي بشكل واضح. مستمرون معكم في هذا الحصاد، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية. بيان لحكومة العبادي قبل ساعات من أفواج تغلق المنطقة الخضراء. التيار الصدري ولواء 56 هل توجه في الكرادة في الحصاد؟ التغطية الكاملة. فنحن أول من أطلق مشروع إصلاح العملية السياسية وكل ما علقت بها من ممارسات خاطئة، وكنا ندرك منذ البداية أن طريق الإصلاح شاق وطويل. العبادي يدافع عن وثيقته ويتجاهل مهلة 16 من آذار بعد رفض الكتل السياسية التجاوب معها. لقد قدمنا الوثيقة للكتل السياسية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فجميع الكتل مشاركة بالعملية السياسية والحكومة في آن واحد. ما هو رأي الكتل السياسية بكلمة العبادي؟ هل تم مونتاجها إلى الحد الذي أفقدها مضامينها؟ الاعتصامات تكون في أماكن محددة وأن تكون بموافقات أصولية، وإذا لن تكن في أماكن محددة بموافقات أصولية سوف تردع وتضرب. نواب في دولة القانون يهددون بضرب الاعتصامات وردعها إذا ما خرجت من أماكنها المحددة. وفي الحصاد الشرقية نيوز في تغطية كبرى لملتقى السليمانية حوار مع عشرات الشخصيات المحلية والدولية المشاركة. أهلا بكم مرة أخرى في هذا الحصاد. دعونا نتوقف عند هذا الخبر العاجل، حيث في خبر عاجل ورد قبل قليل أنهى وزير الخارجية البريطاني الذي يزور بغداد اجتماعا مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري. الاجتماع جاء بعد لقاء أجراه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبحث الجانبان في تعزيز العلاقات بين البلدين ومحاربة داعش ومساهمة الشركات البريطانية بإعادة أعمار المحافظات التي تعرضت لهجمات من التنظيم والبنى التحتية فيها. هذا وشدد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أنه لا سلام دائم في سوريا مع وجود الرئيس السوري بشار الأسد. جاء ذلك عقب لقاءات أجراها في بغداد اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. ووفق بيان لمكتب العبادي فقد بحث الجانبان التغيرات المرتقبة في الحكومة العراقية. مستمرون في هذا الحصاد وفيه بعد قليل. لقد قدمنا الوثيقة للكتل السياسية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فجميع الكتل مشاركة بالعملية السياسية والحكومة في آن واحد. ما رأي الكتل السياسية بكلمة العبادي؟ هل تمت منتجتها إلى الحد الذي أفقدتها مضامينها؟ أهلا بكم من جديد في هذا الحصاد. السيد إياد السامرائي رئيس الحزب الإسلامي وهو سياسي عراقي معروف، وأهلا ومرحبا بالسيد إياد السامرائي رئيس الحزب الإسلامي. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنكم تابعتم كلمة السيد العبادي رئيس الوزراء العراقي. ما رأي الحزب الإسلامي في كلمة السيد العبادي؟ ثم نخوض في تفاصيل التغيير الوزاري. تفضل سيد إياد السامرائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبيعة الحال احنا ما نقف على يعني اسميها
فقط عند كلمة العبادي. أنا أتكلم عن المشروع بالكامل والكلمة العبادي. السيد رئيس الوزراء يتكلم عن الإصلاح، نحن معه في الإصلاح. وجه الإشكال وهي يتأكد حتى في الكلمة التي ألقاها أنه هذا الأمر الذي يسعى له ليس واضحا، وهذا ولد إشكال عند الكتل السياسية، بمعنى نحن مع الإصلاح ولكن ليس واضحا عندنا ماذا تطلب تحديدا. يعني مثلا يطلب رشحوا لي وزراء، طيب كم عدد الوزراء، من هم الوزراء، ما هي الوزارات، يعني مو هكذا. فالمقصد نحن مع الإصلاح ولكن نشعر أنه لا يوجد الوضوح الكامل والذي يساعد على أن يتحقق هذا الأمر. في جانب آخر، لا ينبغي التعامل من خلال أجهزة الإعلام. نعلم إذا أراد يشكلون وزارة جديدة أو يريدون تعديل وزاري، الأصل أن يذهبون إلى المشاورات، يعني التشاورات الجزئية مع كل كتلة في ما هو التغيير المطلوب وما هو دور الكتل السياسية، لأن في الأخير هو سيتقدم بالتعديل إلى مجلس النواب. فإذا كانت الكتل السياسية ما متفاهموا إياه، ربما لا يستطيع أن يحصل على التعديل المطلوب. نعم، بالمقابل سيد أياد، هل أنتم تعتقدون أنكم كنتم واضحون مع السيد العبادي في موقفكم، في ربما بياناتكم، وربما هذا ما أفقده يعني البوصلة الصحيحة، أو ربما أدى لتشويش الرؤية؟ والله احنا تعاملنا مع المسألة يعني الصيغة التالية، سواء نتكلم عن الحزب أو تحالف القوى العراقية في البرلمان، كنا واضحين نحن مع الإصلاح، ولكن بحاجة إلى أن نفهم هل نحن نشارك معك في الرأي في الإصلاح أم لا نشارك معك في الرأي. إذا تريد نشارك معك في الرأي سنكون أكثر تحملا للمسؤولية في الإجراءات التي تتخذ. إذا تريدنا ما نشارك معك في مسؤولية القرارات التي تتخذ، فإحنا من حقنا أنه القرار الذي يطلع نقول وجهة النظر التي عندنا في القرارات أو الإجراءات أو الخطط الموضوعة، ويعني هذا هو الأمر الطبيعي أو السلوك الطبيعي الذي نسلكه. فإن كانت الخطة إحنا مأيديها فنقول هذه الخطة زينة، إذا كنا نجدها ليست معقولة فسنقول هذه الخطة ليست معقولة. فهذا هو المنهج يعني الذي تعاملنا به إلى حد الآن. طيب سيدي إياد السمراء، دعني أدعوك إلى الاستماع إلى هذا المقطع من كلمة السيد حيدر العبادي، ثم نعود لنكمل الحديث سوية، نستمع ونشاهد. وقد أمهلنا الكتل النيابية وفعاليات المجتمع أسبوعا كاملا لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، منهم ومن غيرهم من المهنيين التقنقراط، وفق الشروط والضوابط والمعايير المعلنة. أيها الإخوة الكرام، لقد قدمنا الوثيقة للكتل السياسية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فجميع الكتل مشاركة بالعملية السياسية والحكومة في آن واحد، ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى الوضوح في المواقف. فلا يمكن أن تكون هذه الكتلة في الإصلاح ولا تشارك في الإصلاح، وليس مقبولا لأي جهة أن تكون مشاركة في الحكومة وهي ضد الحكومة في نفس الوقت. وكما تعلمون فنحن أول من أطلق مشروع إصلاح العملية السياسية وكل ما علقت بها من ممارسات خاطئة. وإذا كنا نقر بوجود خلل أو فساد هنا أو هناك فلا بد أن نصلحه، وكنا ندرك منذ البداية أن طريق الإصلاح شاق وطويل، وأن أهدافه ومراميه النبيلة لا تتحقق فورا ولا تتم دون تضامن وتعاون وتحمل الجميع لمسؤولياتهم، لأن الإصلاح ليس مسؤولية فردية أو فئوية، بل هو واجب وطني وشرعي وإنساني. سؤالي المباشر سيد إياد السمرائي، حسب كلمة السيد العبادي، هل موقف الحزب الإسلامي واضح مع السيد العبادي أو لا؟ وثانيا، هل أنتم مع حكومة العبادي أو ضد حكومة العبادي؟ نحن مع الحكومة إلى حد الآن على خط الإصلاح الذي مطلوب، لكن أرجع وأقول، بمعنى إذا لم يكن عندنا واضح ما هي الوزارات التي يطلب من عندنا أن نكون مرشحين لها،
ما هو الأسلوب الذي يعني يتخذه في عملية الاختيار؟ هل ستقدم الأسماء هكذا وثم هو له حق الاختيار، ثم يقول ينبغي أن توافقوا على الاختيارات التي عندي لأنكم ساهمتوا في الترشيح؟ وهذه كلها لا تتم مثل ما قلت عبر وسائل الإعلام وكتابنا وكتابكم. تشكيل الحكومات يخضع لمشاورات، فهذا الذي احنا نقوله الى حد الان لا اجد ان هناك مشاورات، هذا بمقدار علم من الكتل السياسيه مشاورات حقيقيه في مساله الترشيحات وما هي الوزارات. احنا نسمع من وسائل الاعلام انه هناك نيه لتغيير كذا وكذا من الوزارات، ولكن لم نسمع منه مباشره ويقول انا اريد اغير. بعدين إذا الحديث عن التكنوقراط، فغالبية الوزراء في اليوم في الحكومة يحملون هذه الصفة بالإضافة إلى الكتلة إلى الانتماء السياسي. فماذا يعني؟ يعني يريد السياسيين وتكنوقراط أم يريدهم تكنوقراط وليسوا سياسيين؟ والأصل في الحكومات هي أن تكون من الحكومات السياسية، وحكومة التكنوقراط استثناء. الأمر الآخر أرجع نقول يعني أنا أعتقد الكل كان يتوجه إذا كان في الإصلاح. إحنا قبل أن نتكلم اليوم عن تعقيدات تشكيل الحكومة، لأن تعرف تعقيدات تشكيل الحكومة ستخضع البرلمان، هناك مسائل أخرى التي تطرحها، بالذات أتكلم عن التحالف الذي نحن جزء فيه. نقول فليبدأ الإصلاح ويبدأ التغيير في الهيئات المستقلة التي هي، لو تقوت هذه الهيئات المستقلة وفيها الهيئات الرقابية والهيئات الإعلامية هي المهمة، سيكون لها دور كبير في أن تمضي بعملية الإصلاح، لأنه ستؤمن الرقابة المطلوبة. فهناك إشكالات، يعني حقيقة إشكالات. طيب نبتدي بالتغيير إلى أي وزارة؟ يعني هل مجرد لازم نغير الوزراء أم نغير الوزير باعتبار، أما ليش يتغير؟ لو وزير مو كفو، لو يعني الوزير فاسد وليس مناسبا. فهذه الأرجع وأقول هذه الأسباب التي تجعلنا نقول لا زالت الصورة عندنا ليست واضحة ماذا يطلب السيد رئيس وزراء. ولكن من ناحية المبدأ، لأننا سبق أن شاركنا في هذه الحكومة، فنحن من ناحية المبدأ مع الحكومة التي يشكلها السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي، ونأمل أن يستطيع أن يتجاوز هذه التساؤلات فيقدم إجابات واضحة للكتل، حتى تكون الكتل أكثر قدرة على أن تتعاون معه. بالمقابل سيد أياد، هل تعتقد أن العبادي كان يقصدكم كما ربما الرسالة لجهات سياسية أخرى عندما قال لا يمكن أن تكون أي جهة في الحكومة وهي ضد الحكومة في الوقت ذاته، سيما أن لديكم وزير وثلاثة وزراء من ائتلافكم الكبير؟ ما رأيك؟ أنا يعني لا أتصور هو يقصدنا نحن تحديدا، ربما يقصد أطرافا أخرى، وهو المبدأ يعني صح، المبدأ صح. إذا أنت في الحكومة يجب أن تدافع عن الحكومة الذي أنت تشارك بها، وإن كان الدفاع عن الحكومة يقتضي شيء آخر، وهو أنه فعلا تجري المشاركة في القرارات التي تتخذ على مختلف المستويات. طيب سيد إياد السمراء، يعني في معرض إجابتك الأولى تذكر بأنك قلت لا نعرف هذه القائمة لقائمة المرشحين كم اسما يريد السيد العبادي، هذا أفهم من كلامكم بأنكم في الحزب الإسلامي العراقي وحتى في الائتلاف الذي أنتم أو التحالف الذي أنتم جزء منه لم تقدموا قائمة بأسماء المرشحين للسيد العبادي. أنا عندي كانت لقاءات مع بعض الأخوة يعني القادة في التحالف، والتوجه الذي عندهم أنه ما لم تكون هناك حالة من الوضوح من السيد رئيس الوزراء ماذا يطلب، فهم ليسوا ميالين إلى تقديم أسماء. ويبدو لي أنه في مشاورات مع الكتل السياسية الأخرى من التحالف الوطني والتحالف يعني الأحزاب الكردية المشاركة، كأنما أكو نوع من التوافق بهذا الاتجاه، أعطينا تحديدا ماذا تطلب، أرشح لك كم وزير على كل الوزارات،
أم على وزارات دون وزارات أخرى؟ يعني لأن تعرفوا الوزارات وزعت بالاتفاق السياسي، هل يريد يتجاوز الاتفاق السياسي أم هو لا زال بشرط الاتفاق السياسي؟ هذا بمعنى هل يريد هالحكومة هي تعبيرا عن كل الكتل السياسية الموجودة تشارك، أم يريد يخص كتل دون الكتل الأخرى؟ كلمة التكنقراط، هو التكنقراط ومنتمي لحزب أم تكنقراط وليس منتمي لحزب من الأحزاب؟ هذه كلها لم تأتي في التوضيحات التي الكتل تطلبها من عنده. لطفا سيد إياد السمري، أرجو أن تجيبني بصورة مباشرة، هل أنتم تحديدا هل قدمتم بديلا عن الوزير الحقيبة الوزارية التي تمتلكونها؟ هل قدمتم بديلا اسما بديلا لسيد العبادي، نعم أو لم تقدم؟ لا لم نقدم، لأنه نعتقد أنه الوزير الذي عندنا في هذه الحكومة هو واحد من أكفأ الوزارات الذين وجدوا في هذه الحكومة، بل هو واحد من أكفأ الوزراء الذين تولوا هذا الموقع في الحكومات السابقة، فلا نجد حاجة حقيقة من ناحيتنا للتبديل، وسنبقى متمسكين بهذا الوزير إلا إذا يأتي رئيس الوزراء فيقول أنا لا أريد هذا الوزير، فسنسأله عند ذلك ليش ما تريده، فإذا كنا مقتنعين بالسبب الذي يقدمه ذاك الوقت تبحث، ولكن لا أعتقد أنه هذا الشيء، يعني وإن كان نذكرها من باب الافتراض لا أتوقع سوف يحصل. السياسي العراقي البارز السيد إياد السمرائي أمين عام الحزب الإسلامي العراقي، كنت ضيفا كريما معنا في هذا الحصار، شكرا جزيلا لكم. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@alsharqiya.com. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. إذن مشاهدينا هذا الحصاد مستمر معكم، ونحن مستمرون من جانبنا باستضافة رؤساء الكتل لبيان موقفهم من كلمة العبادي الأخيرة. ينضم إلينا السيد محسن السعدون القيادي البارز في التحالف الكردستاني. مساء الخير سيد محسن. سيد محسن هل أنت معنا؟ نعم سيد محسن، سنبدأ من موقفكم من كلمة العبادي الأخيرة، تفضل. يعني الكلمة حقيقة يعني لا الكلمة وحتى يعني اللي كان ما هو المطلوب من الكتل هم الأمور غير واضحة لحد الآن، يعني نحن لا نعلم ماذا يريد السيد العبادي، يعني الحقيقة الطريق الإصلاح هو واضح جدا، يعني ها يعني الكلمات اللي يقولها كأنه كان يعني يفترض الأمر كان واضح حتى يستطيع الكتل أن يتحركوا. بالبداية لا نعلم يعني التغيير هو وزارة من الوزراء اللي يتغيرون، هل وزارة بأكملها، هل مجموعة من الوزراء، يعني الأمر من البداية أنا حقيقة لا نستطيع أن نحكم بأنه كان الطلب واضح جدا. والآن نفس الشيء أنا أقول يجب في كل الأحوال، وهذا يعني أمر يتقبله كل القادة العالميين أيضا، يعني إرادة الشعب وطلبات الشعب عندما تكون واضحة وعندما تكون ضمن الدستور وعندما تكون ضمن الواقع يجب أن يحترم، يعني من الشعب يقول عندكم فساد يجب أن يعالج مو بهذه الطريقة البطيئة، يجب أن يتخذ إجراءات سريعة من قبل رئيس الوزراء تجاه عملية الإصلاح والفساد بإجراءات فعلية واضحة على الأرض، يعني هذا الأمور أنا أعتقد ما راح يؤدي إلى نتيجة إيجابية، ومع كل الأسف إحنا نخشى أن يكون هناك مع يعني لا سامح الله أن يكون هناك حالات غير مقبولة على الشارع أو تصير تجاوزات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أو المحتصمين، وراح يكون نتائجها صعبة جدا على الكل، يعني ما كنا نتمنى أن تصل المرحلة إلى هذه الأمر، يعني سيد العبادي يجب أن يكون
أكثر وضوحا، أكثر يعني ماذا يريد، يعني ماذا يريد من الآخرين حتى يساعدوه ما نعرف. هو رئيس وزراء يستطيع يعني يوم غد يأتي إلى رئيس الوزراء إلى البرلمان ويقول أنا قدمت أطلب استنادا إلى الدستور ب يعني بإعفاء الوزراء أو مجلس الوزراء، ولأنه لا يستطيعون يدون شيء للشعب العراقي، ويصوت البرلمان بإلغاء الوزارة ويتشكل وزارة. يعني هي ما راح يتعطل شيء من تكون هناك إجراءات سريعة من قبل رئيس الوزراء. لحد الآن مع كل الأسف يعني إحنا مع الإصلاحات الحقيقية، مع سيد العبادي، مع الشعب العراقي بما يطلبوه. يعني التأخير أو التأخير مو من صالح الجميع، يعني التأخير لأنه هذه إرادة شعب، آلاف الناس يطلعون بالمظاهرات ويطالبون بالإصلاحات، ما لم يأتون من الأفراح. سيد محسن السعدون، هذا هو المطلوب. نعم. يعني نجمع نكون واقعيين، يعني نعم. لا نقول بأنه يعني نستطيع أن نستطيع أن نسكت إرادة الشعب أو أصوات الشعب. طيب. فلذلك نتأمل أن تتوضح الأمور أكثر في الأيام القريبة القادمة، وأن يكون هناك حل سريع، وأن لا تصل الأمور إلى اعتصامات، والاعتصامات هذه إذا استمرت سوف تكون نتائجها أنا أعتقد مو من صالح الجميع. طيب سيد محسن السعدون، السيد العبادي أعطى مهلة أسبوع لجميع الكتل السياسية لتقديم أسماء لمرشحيها، هل أنتم في التحالف الكردستاني قدمتم هذه القائمة، قام بأسماء المرشحين إلى السيد العبادي، نعم أو لا؟ إحنا ما قد يعني إحنا لحد الآن يعني يجب أن تكون الأمر، يجب أن يكون الأمر واضح حتى نقدم. إحنا وضحنا شيء، قلنا بأن الكتل الكردية لهم بالحسابات الانتخابية أو بالحسابات الواقع الحال في البرلمان نسبة 20% من النقاط. هاي 20% يقول لنا أنتم الكتل الكردية من الوزارة القادمة، أنا راح أغير كل الوزارة، أنكم ثلاثة وزراء، إحنا الكتل الكردية راح نرشح ثلاثة وزراء مو من أحزاب كردية، راح نرشح من المستقلين، من أصحاب الكفاءات اللي هو يريدها. أما ما نعرف هو يغير خمس وزراء، عشر وزراء، وزارة بأكملها، لحد الآن الأمر ما واضح حتى نستطيع أن نقدم شيء. طيب بالمجمل سيد محسن، أنتم غير موافقون على طريقة التغيير التي يتبعها العبادي؟ آلية التغيير مو بهذه الطريقة، آلية التغيير في هذه ليس تكون بهذه الطريقة اللي يتبعها الآن السيد رئيس الوزراء. آلية التغيير ما هكذا، هو يعني نحن نشعر بأنه ماذا، يعني ما نعرف ماذا يريد أو هو ماذا يريد من الكتل السياسية في هذا الوقت بالذات. يعني طريق الإصلاح واضح جدا، الأمر واضح جدا، يفترض أن يكون هناك آليات سريعة. الوقت هذا لا يخدم العملية السياسية أو لا يخدم الواقع السياسي في العراق. طيب ولكن يعني أليس غريبا أن تقول نحن لم نفهم من رئيس الوزراء ماذا يريد، وهو التقى بالكتل الكردية، يعني التحالف الكردستاني التقى به قبل مهلة الأسبوع وطلب منكم مباشرة وجها لوجه أيضا، يعني أليس غريبا بأنكم لم تقدموا أسماء، يعني أنتم لم تقدموا أسماء، كتل أخرى أيضا لم تقدم أسماء، وانتهت مهلة الأسبوع، كيف سيتم الإصلاح؟ أليس غريبا بعد هذه الفترة تقول نحن لا نفهم ماذا يريد؟ احنا لدينا وزراء، يعني احوى الوزراء يا اخي الكريم، يعني احنا بالنسبة لنا الكتل الكردية ضمن حصصها في الوزارات، في الوزارة الان موجود، يعني هو اذا يريد يغير الوجوه احنا يعني هذا هو الامر المطلوب. يعني احنا هناك خلل حصل بالوزارة، يعني الوزارة الان المرحلة اللي هو بعد ما دمت الوزارات، بعد ما افى بعض الوزارات، صار خلل بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية التي راح تبدأ الخطوة الجديدة. خلي تتوضح هذا الأمر، ونحن أول الناس اللي نبادر في عملية الإصلاح. هذا الأمر غير واضح، الوزارة تقلصت، الوزارة أكو بعض الكتل لديها مقاعد قليلة وعدها أكثر من وزير، هناك كتلة
كبيرة ولديها وليس لها وزير. هذا الخلل يجب أن يصلح بالإصلاحات هذه الآن اللي هو زي طالب بها. هذا إذا ما يتصلح ما ممكن أن يتنازل كتلة لحساب كتلة أخرى من حصته في الوزارة القادمة. إذن السيد محسن السعدون القيادي في التحالف الكردستاني، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. إذن مستمرون معكم في هذا الحصاد مشاهدينا الكرام، ووردنا هذا الخبر العاجل أن السيد الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي يدرس حاليا كلمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وثم سيبلغنا بموقفه من الكلمة بعد قليل، حيث كان في اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني هاموند، والآن هو يدرس هذه الكلمة وسيبلغنا بموقفه حيال كلمة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي. إذن الأخبار مستمرة مشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم بعد قليل. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. إذن مشاهدينا نستمر معكم في قراءة مواقف الكتل السياسية من كلمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الآن مباشرة إلى السيد حاكم الزاملي القيادي البارز في التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع. مساء الخير سيد حاكم، شكرا لانضمامك معنا. سنبدأ معك من الجزء السياسي وتحديدا من كلمة العبادي الأخيرة، كيف تنظرون لما جاء فيها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. يعني الحقيقة لم يأتي شيء جديد بالنسبة لعبادي، وكانت كلمته مخيبة لآمال المتظاهرين وآمال الشعب العراقي الذي كان يبني عليها موقف، وبالنتيجة كان ينتظر المتظاهرين وكان ينتظر أبناء الشعب العراقي يوم الأربعاء الذي بيّن أنه سأأتي بأسماء الوزراء أو الحكومة الجديدة، وهي حكومة مهنية تكنقراط، وكان ينتظر أبناء الشعب العراقي. لكن اليوم العبادي لم يأتي بشيء جديد، كما هو بخطبة السابقة سوف وسأقوم وسأعمل وسأقوم بالإصلاحات، ولم يأتي بشيء جديد، وهو شكر القوات الأمنية، ونحن جميعا نشكر القوات الأمنية لمواقفها البطولية، والكل يبين ذلك. هذا لا يعني لم يأتي بشيء جديد من خلال اجتماعاته ومن خلال لقاءاته ومن خلال ورقة الإصلاح التي بدأ يروج لها، وحتى الآن أغلب الكتل السياسية لا تعلم ماذا يريد العبادي، هل ما هي الأسماء التي يريد يبدلها، يا وزارة الذي يريد يبدله، ما هي تحفظاته على الوزراء الآخرين. بالنتيجة لم يقوم كما بيّن في الخطب السابقة أنه سأعطي للكتل السياسية لمدة أسبوع أو أسبوعين أو اليوم الأربعاء، أما أن نأتي ويعطي فرصة لمدة أسبوع، وأعتقد حتى الأسبوع القادم لا يصل إلى نتيجة، وسنستمر بالخطاب الرنان والكلمات التي لا يستفاد منها المواطن العراقي، وبالنتيجة المواطن العراقي الآن ينتظر إصلاحات، ينتظر تغيير. كان هناك تظاهرات مليونية، كان هناك تظاهرات قرب أبواب الخضراء، تظاهرات في ساحة التحرير، وستكون هناك اعتصامات. بالنتيجة الناس هناك غليان، هناك ثورة حقيقية على المفسدين. الناس تنتظر من رئيس الوزراء أن يكون جاد وأن يكون فعلا يأتي بحكومة مهنية تكنقراط تستطيع أن تغير شيء من الواقع المرير. هناك وضع أمني مربك، هناك وضع سياسي غير مستقر، هناك وضع اقتصادي متدهور. الناس بعد الشهر السابع للشهر الثامن أو حتى للشهر السادس قد لا تكون هناك رواتب، وسيأتي الجو الحار والكهرباء والمشاكل التي يخوض فيها البلد، ونحن نعلم تزداد حدة التظاهرات وشدتها في الأشهر القادمة. بالنتيجة إحنا كنا الكل كان ينتظر هذا اليوم سيكون هناك فعل، ويكون فعلا العبادي يأتي إلى البرلمان بأسماء حكومته الجديدة، لكن كان خطاب طبيعي وأعطى مهلة أسبوع، وأعتقد حتى الأسبوع القادم لا يأتي بشيء جديد.
طيب سيد حاكم الزاملي، ألا تعتقد أن موقفكم أصبح صعبا نوعا ما بعد أن قالها السيد رئيس الوزراء بصورة واضحة، إما أن تكون مع الحكومة أو ضدها؟ ألا تعتقد بأن هذا يمس التيار الصدري، خاصة يعني كيف سيكون الموقف بعد هذه الكلمة؟ موقفكم صعب. لا، الحقيقة أولا موقفنا إحنا لسنا ضد الحكومة، نحن ضد المفسدين، ضد السراق، ونحن مع التغيير، مع الإصلاح، وعلى العبادي وأن يقوم بواجبه ومهامه، أن يقوم فعلا بالإصلاح. وهذا موقف أنا أعتقد جميع الشرفاء العراقيين، الشعب العراقي الآن كله يطالب بالتغيير، كله يطالب بالإصلاح. هناك معاناة، هناك حرمان، هناك قلق في المرحلة القادمة، سواء كان بالوضع البلد، النفط سعره ينزل، الرواتب قد لا تستطيع الحكومة تغطيتها في الأشهر القادمة، وضع يعني العقود التي أبرمت سواء للكهرباء، سواء للدفاع، سواء للأجهزة الأمنية تحتاج إلى أموال. وبالنتيجة إذا استمر عمل الحكومة بهذه الوتيرة وبهذه الطريقة، الحكومة هي التي ستحرج، العباد هو الذي يحرج، أما وضعنا ليس بإحراج. ألا تعتقد أنكم كنتم المقصودون في هذه الكلمة؟ وماذا عن كلمة العبادي أنه لا يسمح بالاعتصامات والقانون لا يسمح بذلك؟ ما رأيك؟ لا، بكلمته لم يتطرق العبادي أنه للاعتصام، فقط بيّن في كلمته، وأنا كنت أتابع الكلمة، أنه الحفاظ على أمن المتظاهرين، وكذلك أشاد بالأجهزة الأمنية، وهذا هو المعتاد وسمعناها في كلمات سابقة. أما أمن المتظاهرين وتعامل المتظاهرين مع الأجهزة الأمنية، لاحظنا بالتظاهرات المليونية التي تحشدت في ساحة التحرير والتظاهرات المليونية في أبواب المنطقة الخضراء، كانت منظمة وكانت مرتبة، العلاقة كانت أكثر من جيدة مع الأجهزة الأمنية، لاحظنا الأجهزة الأمنية كانت حريصة في الحفاظ على أمن المتظاهرين، المتظاهرين كانوا كذلك لم تبدر ولا أي مخالفة ولا أي اعتداء على الأجهزة الأمنية، بل كان التعامل حسن وكان التعاون فوق المستوى المطلوب، لم يحدث أي خرق. وبالنتيجة ما أعتقد يعني العباد يبين في كلمته سواء على الاعتصام أو منع التظاهرة، التظاهرة والاعتصام هو حق كفله الدستور، وحسب الدستور العراقي المادة 38 ثالثا بين من حق التظاهر والتجمع والتعبير عن الرأي، وهذا أمر واضح في الدستور العراقي، ولا يحق سواء كان العبادي أو أي جهة أخرى أن تقوم بعمل تسلطي، وكما لاحظنا من قبل الحكومة السابقة، ويحذو حذو الحكومة السابقة بالتسلط و يعني القيام بأي عمل ضد المواطن العراقي، ضد التظاهر، وهذا أمر ما أعتقد العباد سيقدم عليه. طيب سيد حاكم الزاملي، أدعوك الآن إلى مشاهدة ما قاله زميل لك في البرلمان، دعنا نشاهد ومن ثم سأسأل حول ما سوف تستمع وتشاهد. الأخوة أبدوا رأيهم بخصوص الاعتصامات بأن الاعتصامات تكون في أماكن محددة وأن تكون بموافقات أصولية، وإذا لن تكون في أماكن محددة بموافقات أصولية سوف تردع وتضرب ولا سمح الله، وهذا يسبب لنا إرباك ثاني. هذا موقف صعب أيضا للتيار الصدري. السيد حسين المالكي أبو رحاب، تعرفه جيدا، يقول أن هذه التظاهرات والاعتصامات ستضرب وستردع إذا لم تكن في أماكن مخصصة. أنتم أمام ربما ضرب وردع من قبل النواب أيضا في دولة القانون كما قالوها. لا أخي العزيز، هذا أولا الشخص لا يمثل سلطة ولا يمثل يعني رأي الأجهزة يعني الأمنية ولا يمثل العبادي. الآن كما تعلم أن الأخ أبو رحاب هو من جناح المالكي وهو مقرب إلى السيد المالكي، وبالنسبة للسيد المالكي الآن هو ليس بتوافق مع العبادي، وبالنتيجة هناك من يحاول أن يدفع العبادي لعمل مخالف، لعمل قد يستفز الجماهير الغاضبة أو الاحتكاك. وما أعتقد العبادي والأجهزة الأمنية، ونحن نعلم أنا رئيس لجنة الأمن والدفاع ومتابع ومطلع على الأجهزة الأمنية وتعاملها مع المتظاهرين، تعاملها مع المواطنين، حتى الكثير من التظاهرات التي حدثت سواء كان فيها التيار الصدري أو حتى الحراك المدني
أو الذي قاموا بتظاهرات في ساحة التحرير وأمام المنطقة الخضراء، لم نجد الأجهزة الأمنية تقوم بفعل مشين أو الاحتداء على المتظاهرين. أما الأخوة أكيد يعني هذه الخلافات الحزبية داخل حزب الدعوة وداخل جناح المالكي وجناح العبادي، وبالنتيجة هناك من يحاول أن يدفع العبادي لعمل من خلال التصريح، من خلال التلميح، من خلال الكلام، يدفع إلى عمل يؤثر على علاقة العبادي بالشعب العراقي، بالمتظاهرين، علاقته بالتيار، علاقته بالكتل الأخرى. ما أعتقد العبادي سيسمع هذه الكلمات. والأخ أبو رحاب ليس له رأي أو أمر على الأجهزة الأمنية، وليس له رأي كذلك وأمر على العبادي الذي هو الآن رئيس الوزراء. نعم سيد حاكم، يعني كلمة العبادي كانت واضحة بخصوص الاعتصامات، وإذا أردت نسمعك إياها، قال القانون لا يسمح بإقامة الاعتصامات فضلا عن الظروف الأمنية، إضافة إلى كلمة العبادي الواضحة بيان لحزب الدعوة كما ترى على الشاشة في خبر عاجل وردنا يقول بصريح العبارة: نحذر من أي مغامرة، والرجال بالرجال والسلاح بالسلاح. وسوف نذيع هذا البيان كامل في لحظة. ما تعليقك؟ يعني بلا شك هناك من يحاول أن يصعد ويحاول أن يجر الحكومة بصراع مع الشعب العراقي، ولا أعتقد العبادي سينجر لهذه المهاترات وهذه يعني الفوضى التي لا تجلب للبلد إلا الدمار، وبالنتيجة إذا كان إراقة دماء بالله سامح الله من المتظاهرين أو من الأجهزة الأمنية كلها تصب في يعني لا تصب في مصلحتنا ولا تصب في مصلحة استقرار الوضع في العراق، وبالنتيجة كل التظاهرات التي جرت والمليونية سواء في ساحة التحرير في التحرير أو في مقابل أبواب الخضراء كانت منظمة، والتيار الصدري معروف بترتيبه وبنظامه وبحفاظه على الأمن وبعلاقته الطيبة مع الأجهزة الأمنية. أما من يحاول أن يجر أو يحاول أن يجر التيار الصدري إلى صراع فهذه التظاهرات تظاهرات سلمية لا تحمل السلاح، والاحتصامات احتصامات سلمية لا تقطع الطرق ولا تقوم باحتداء على أجهزة أمنية ولا تؤثر على ممتلكات المواطنين ولا تؤثر على سير العجلات أو قطع الطرق، وبالنتيجة من يصرح خل يصرح. أكيد الاحتصامات هناك تم رفع كتاب من قبل اللجنة المشرفة والمنظمة للاحتصام من قبل إلى محافظة بغداد ومحافظة بغداد إلى وزارة الداخلية، كان هناك تحفظ على المكان والأعداد ومن هي الجهة التي تقوم بالاعتصام أو بعض الأسماء، وتم اليوم رفع الكتاب مرة أخرى إلى وزارة الداخلية، وإن شاء الله سنحصل أو تحصل اللجنة المنظمة أو المحتصمين على موافقة الحكومة. وأنا أقول رسالتي للأخ العبادي وهو أن يحتكم إلى العقل، لا يحتكم إلى التصريحات وإلى بعض السجالات التي يحاول الكثير من التأثير على سير العملية السياسية، ونحن الآن في حرب مع داعش، التظاهرات مستمرة لمدة أكثر من 3 أو 4 شهور، لم يحدث أي طارئ لأن الأجهزة الأمنية متمكنة وتستطيع أن تحمي المتظاهرين وهي حمت المتظاهرين، كذلك القائمين على التظاهرة منظمين ومرتبين، والاعتصام سيكون وفق خيم معدة ومحددة ومنظمة، وحتى المحتصمين سيكون لهم بباجات خاصة، وأكيد لا يكون هناك أي خرق لهذه الخيم المحتصمين. ونأمل من الأخ العبادي أن يقوم بمهام واجبه الوطني، هو أن يقوم بالتغيير الشامل والتغيير الجوهري الذي يضمن حقوق المواطن العراقي، يضمن حقوق المتظاهرين، حتى يحافظ على هيبة الدولة، وبالنتيجة لا يجر البلاد إلى حرب لا نعرف ما هو مصير هذه الحرب. طيب سيد حاكم الزامري، ولكن بيان حزب الدعوة واضح جدا وقال أن التحدي والتحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا وفي ضرب أسس الأمن الوطني وأسس العملية السياسية، ابقى معنا سنقرأ لك البيان كاملا ثم نعود نخوض في تفاصيل هذا البيان، فيه أمور يجب أن تعرفها، ابقى معي لو سمحت ابقى معنا سنحاول قراءة هذا البيان. بيان حزب الدعوة الذي صدر قبل قليل: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الشعب العراقي الكريم،
أيها المخلصون لبلدهم وشعبهم وأمتهم، في الوقت الذي تتجه النوايا نحو إصلاح العملية السياسية على قاعدة الانفتاح الإيجابي بين المكونات الأساسية، تبرز أمامنا ظاهرة غريبة في ظرف حرج، وهي الطريقة التي يريد البعض بها إجراء عملية الإصلاح وفق قناعاته وسياقات تفكيره، حصرا دون مراعاة الآليات الدستورية، ليفتح ثغرة في جدار الوحدة الوطنية يتسلل من خلالها أعداء العراق والعملية السياسية ويجدوا ضالتهم وفرصتهم لإسقاط العملية السياسية. هذه بعض الفقرات، أبرز الفقرات للبيان. لكن التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة، هل أنت معي سيد حاكم الزاملي؟ أرجو أن تستمع. لكن التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا في ضرب أسس الأمن الوطني وأسس العملية السياسية، وجعل الجميع يحبس أنفاسه خوفا من انفلات الأوضاع الأمنية، ولن يستطيع أحد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الأوضاع المتداعية التي يستغلها أعداؤنا جميعا. وإذ نؤكد أن التظاهر حق دستوري، لأن الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريا بل خارج عن القانون، وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية، ونسجل عليه ملاحظاتنا السلبية، لكنه يبقى الأمل في تجاوز عهد الدكتاتورية والتفرد ولغة القوة والعنف والطائفية. ويكمل البيان: لأن دماء الشهداء وفي مقدمتهم الصدران الشهيدان والذين قضوا على يد البعث والإرهاب حاليا، تستصرخ الجميع إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والحذر من أي مغامرة ستقضي على كل شيء منجز من الحرية والديمقراطية. إن السلاح يقابله سلاح، والرجال يقابلهم رجال، ويبقى دافع الثمن والشعب والبلد، وبالذات المناطق التي لم تتمكن عصابات داعش من تخريبها بعد. وإن الاحتكام إلى الشارع خطأ ينتهي بتدمير البلد والمجتمع، قلناها سابقا وسنكررها هنا أيضا، لا سبيل لحل الأزمات سوى بالحوار المباشر وبالمكاشفة بين الشركاء. سيد حاكم، نعود إليك من جديد، قرأنا عليك بيان حزب الدعوة كاملا، إذا كان لديك أي تعقيب. يعني من خلال البيان اللي سمعته، أولا المتظاهرين سلميين والمعتصمين سلميين. إذا كان الأخوة الذي عدوا البيان، أنا ما أعرف منه اللي كتب بيان حزب الدعوة، إذا كان لديهم يقوموا بقتل المتظاهرين والاعتداء على المتظاهرين فهذا شأنهم، والمتظاهرين بينا أنهم منظمين وسلميين ولا يحملون السلاح. أما من يأتي ويتحامل بهذه الطريقة وبهذه البيانات التي يحاول أن يدفع برئيس الوزراء للصدام، فأعتقد هؤلاء الذي لديهم منافع ولديهم مكاسب واستولوا على الوزارات واستولوا على العقود وأفسدوا في الأرض وسيطروا على الهيئات المستقلة، وهي ليست مستقلة وإنما أصبحت هيئات لحزب الدعوة. الآن لاحظ، إذا نأتي إلى الهلال الأحمر، وهي الآن ملايين الدولارات التي يجني منها بعض المنتفعين والمفسدين من المحسوبين على حزب الدعوة. تأتي إلى الهيئات الأخرى مثلا، يعني هيئة الاتصالات والإعلام، هيئة المساءلة والعدالة، تأتي إلى الحج والعمرة، تأتي إلى هيئة النزاهة، ما معقولة. وكثير من الهيئات التي يسيطر عليها حزب واحد وجهة واحدة وأشخاص، والمدراء العامين أكثر من 7000 أو 4500 مدير عام أغلبهم لجهة معينة، تأتي إلى أكثر من 700 وكيل أغلبهم لجهة معينة. أنا أقول من حقهم يتكلمون ويهددون بالسلاح مقابل السلاح والرجال مقابل الرجال، لأنه هناك ثورة وهناك انتفاضة حقيقية. الآن المواطن العراقي لا يستطيع أن تأتي إلى مدينة الصدر، تعال للحميدية، تعال للمعامل، تعال إلى أطراف بغداد، لا يوجد لبعض العوائل قوت يوم واحد، ماكو، يعني ناس جياع، وهؤلاء يعيثون في الأرض فساد. طيب، هيئات مستقلة، عقود. طيب سيد حاكم الزاملي لو سمحت لي، مسيطر على جهاز لو سمحت لي فقط، نفس الحزب مسيطر على جهاز. طيب، جهاز الأمن الوطني. طيب سنكمل الحوار، ولكن اسمح لي بوقفة لو سمحت. الجنسية
ولا اسمح يوجد اي تغيير، لا يوجد اي اصلاح. اسمح لي سيد حاكم زامل بوقفه لو سمح. المواطن العراقي ينظر الى هؤلاء وهم متخمون بالاموال والاموال نقطة نظام سيد حاكم الزاملي، نقطة نظام سيد حاكم الزاملي. اغلبهم انا يوم الجمعة اسمح لي لو سمحت الى مدينة الصدر، صدقني لا يستطيع طيب. ان طيب سيد حاكم الزاملي نقطة نظام لو سمحت فقط، واغلبهم امراض سرطان فقط اسمح لي في هذه الوقفة للامانة للامانة فقط. دمار هناك موت، احنا 13 سنة اذا تسمح لي 13 سنة سأعطيك المجال ولكن اسمح لي في دقيقة لو سمحت فقط للتصحيح، فقط للتصحيح سأعطيك المجال صدقني. يعني وقفة ضرورية جدا لأنها وقفة للأمانة، أمانة إعلامية يجب أن نصحح. هذا البيان لم يكن لحزب الدعوة وإنما لإئتلاف دولة القانون. نعيد ونصحح هذا البيان الذي قرأناه قبل قليل وقرأنا أجزاء كبيرة منه قبل قليل، هذا كان لإئتلاف دولة القانون وليس لحزب الدعوة كما جاء، رغم أن حزب الدعوة أيضا كان مشاركا بالاجتماع، لكن للأمانة الإعلامية يجب أن نكون أمينين أن هذا البيان لم يكن لحزب الدعوة، ولكن رغم أن حزب الدعوة وهو مشارك وهو أيضا في التحالف في التحالف الوطني، لكن هذا البيان الذي قرأناه قبل قليل لإئتلاف دولة القانون. نرجو فقط أنه صححنا هذه المعلومة. ولكن سيد حاكم الزاملي دعني أربط لك فقرتين. التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا في ضرب أسس الأمن الوطني وأسس العملية السياسية وجعل الجميع يحبس أنفاسه خوفا من الانفلات في الأوضاع الأمنية، هذا نص بيان ائتلاف دولة القانون. الجملة الأخرى وأن السلاح يقابله سلاح والرجال يقابلهم رجال. وهناك وردت أيضا كلمة مغامرة، هل تعتقد أن التيار الصدري غامر في الأيام الأخيرة عندما طلب من المتظاهرين ربما الدخول إلى المنطقة الخضراء والآن الاعتصامات وأن الاعتصامات ممنوعة حسب القانون كما يقول سيد العبادي؟ هل تعتقد أن التيار الصدري مغامر فعلا؟ هل يريد أن يربك هذه الأوضاع الأمنية وبالتالي صدر هذا البيان من ائتلاف دولة القانون؟ تفضل. عزيزي أكو واحد يخرب بيته، أكو واحد يقتل أخوه، أكو واحد يقتل ابن عمه. إحنا الآن إحنا أهل البلد، إحنا أصحاب الشهداء، إحنا أصحاب الفقراء، إحنا المضحين. إحنا صارنا 13 سنة ننزف ونقتل ويومية تفجيرات وقتل، وفلان يجامل يجيب ابن عمه يخلي مدير عام ويخلي قائد عمليات ويخلي قائد فرقة ويخلي بجهاز المخابرات ويخلي بالأمن الوطني، وبعيدين عن الأمن وبعيدين عن الدفاع عن العراق. هذا عوائلنا، هاي بيوتنا، هذا أهلنا. ما معقولة إحنا نجازف على أمن أهلنا وناسنا. من يجازف اللي عنده بلد آخر ويقدر باكر عقبة إذا صارت فوضى هو محضر فلوسه وطيارته جاهزة وجنسيته الثانية موجودة في لندن وفي السويد وفي فرنسا وفي أمريكا وفي دول أخرى، وبالنتيجة إحنا ما عندنا غير العراق، ما عندنا غير الجنسية العراقية. لذلك ما معقول إحنا نضحي ونجازف بدماء العراقيين، بل إحنا أكثر ناس حريصين، والسيد الصدر أكثر شخص وأكثر رجال الدين حريص على العراق وعلى أمن العراق، وبالنتيجة لا يجازف بالعراق. أما من يأتي ويريد أن يزرع الفوضى ويخرب سيعود الضرر عليه شخصيا، لا يعود على الشعب العراقي، لا يعود على المتظاهرين، لا يعود على الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية ليست بيد لا ائتلاف دولة القانون ولا حزب الدعوة. الأجهزة الأمنية الآن أجهزة جيدة وهي تعلم جيدا أنها لا تحمل السلاح على المتظاهرين ولا من يقتل الجندي هو من مدينة الصدر، والمتظاهر هو من مدينة الصدر ومن الشعلة والبياع وحي العامل. فما معقولة يعني هذا الجندي، هذا حلم قد يفكرون به أن أحد يحمل السلاح ضد المتظاهر، ضد أخوه، ضد ابن عمه. الطرفين الجندي متضرر والضابط متضرر والقائد متضرر، أقصد بعض القيادات، والمتظاهر متضرر. أما المستفيد هو هذا اللي يرفع هيك بيانات، المستفيد لأن عنده جنسية والضرر لأن راح يشمل الإصلاح، لأن راح يتقدم للمحاكمة، راح يتم محاسبته، راح يتم إزالة منصبه، وبالنتيجة قد يتكلم بالإعلام سأحمل السلاح. لكن أتحدى أن يحمل السلاح على متظاهر أو يأمر جندي أو ضابط يحمل السلاح على أخيه اللي هو من مدينته ومن جلدته، وبالنتيجة طرفين متضررين. فلا أعتقد هؤلاء يحلمون بهذه البيانات. هذه بيانات الآن لا تأتي ولا تؤثر، ولا تؤثر على الأجهزة الأمنية ولا تؤثر في المتظاهرين. الإصلاح قادم والعملية جارية بشكل طبيعي، وأي مفسد سيحال إلى القضاء، وأكيد المفسدين سواء كان بالهيئات المستقلة. العملية ليست
قضية وزراء، ليست قضية تغيير وزراء، العملية مستمرة بتغيير كل المفسدين الذين جاءوا بغفلة من الزمن واستغلوا الهيئات المستقلة. الآن 13 سنة هم يعيثون في الأرض فساد، سيطروا على الهيئات المستقلة، سيطروا على المناصب الحساسة والمفصلية، وبالنتيجة أبناء الفقرة ما يستطيع حصل تعيين في أي دائرة إلا محسوب على حزب السلطة أو محسوب على جهة معينة أو يدفع رشوة إلى هذه الجهات. بالنتيجة المواطن لا يستطيع، هناك ضغط علينا بالشارع، هناك من يريد أن يحصل على قوت يومه، هناك من يريد أن يتعين، هناك من يريد أن يحارب المفسدين ويزيل هؤلاء. 13 سنة ننزف دماء، سيارات مفخخة، أحزمة ناسفة، وبالنتيجة لا حلول، لا حلول لا سياسية لا اقتصادية لا أمنية. المواطن لا يستطيع أن يتحمل. أما يأتي أحد ويكتب بيان وهو جالس في المنطقة الخضراء وفي القصور الفارهة، ما أعتقد هذا يمثل رأي الشعب العراقي، ولا هذا سيكون له رأي على الجندي والضابط الذي يقف حارس في أبواب الخضراء أو في ساحات القتال. بالمناسبة التيار الصدري وسرايا السلام الآن ماسك قواطع كبيرة في سامراء وفي كربلاء ويقاتل، وعدد كبير من الشهداء. بالمناسبة حتى ليس لديهم رواتب، أكثر من 12 ألف مقاتل في الميدان لم يحصلوا على رواتب حتى من هيئة الحشد الشعبي، وهم يقاتلون، وبعضهم يبيع من آثاث بيته حتى يستطيع أن يشتري عتاد لكي يصمد أمام الدواعش، وحققوا انتصارات واسعة في الميدان. ولكن سيد حاكم، نحن نتحدث عن ائتلاف دولة القانون، أكبر ائتلاف في العراق، أكبر ائتلاف في البرلمان، وأنتم متحالفون معه. لا نتحدث عن جهة مغمورة أصدرت مثل هكذا بيان. أنت قلت أنه يعني هذا البيان من أحد، ائتلاف دولة القانون ليس أحد في العراق، فقط هذه النقطة للتوضيح. من المفترض أيضا أن نستمع الآن لكلمة، لمقطع من كلمة العبادي، ونعود إليك من جديد. أيضا نريد أن نسمع منك تعليق عنها. وقد أمهلنا الكتل النيابية وفعاليات المجتمع أسبوعا كاملا لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية منهم ومن غيرهم من المهنيين التقنقراط وفق الشروط والضوابط والمعايير المعلنة. أيها الإخوة الكرام، لقد قدمنا الوثيقة للكتل السياسية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فجميع الكتل مشاركة بالعملية السياسية والحكومة في آن واحد، ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى الوضوح في المواقف. فلا يمكن أن تكون هذه الكتلة في الإصلاح ولا تشارك في الإصلاح، وليس مقبولا لأي جهة أن تكون مشاركة في الحكومة وهي ضد الحكومة في نفس الوقت. وكما تعلمون فنحن أول من أطلق مشروع إصلاح العملية السياسية وكل ما علقت بها من ممارسات خاطئة. وإذا كنا نقر بوجود خلل أو فساد هنا أو هناك فلا بد أن نصلحه، وكنا ندرك منذ البداية أن طريق الإصلاح شاق وطويل، وأن أهدافه ومراميه النبيلة لا تتحقق فورا ولا تتم دون تضامن وتعاون وتحمل الجميع لمسؤولياتهم، لأن الإصلاح ليس مسؤولية فردية أو فئوية، بل هو واجب وطني وشرعي وإنساني. إذن سيد حاكم، كما استمعنا لكلمة العبادي، لا يمكن لأي جهة أن تكون مشاركة في الحكومة وضد الحكومة في الوقت ذاته، وقد أمهلنا كما أشار العبادي الكتل السياسية أسبوع لتقديم مرشحيها للتغيير الوزاري وفق الضوابط والأطر القانونية. يعني بالمناسبة السيد الصدر بيّن أنه لا نية له بتقديم أي مرشح، وليس له أي مرشح في الحكومة القادمة، وبالنتيجة هذا الأمر ليس معني به يعني التيار الصدري أو السيد الصدر. وأما بخصوص يعني التعيينات أو تعيين الوزارات، نعتقد أنه يجب أن تكون حكومة تقنقراط، حكومة مهنية بعيدة عن المحاصصة حتى يستطيع أن ينجح. أما أن نغير وزير بوزير آخر من حزب آخر، هذا ليست حل. طيب سيد حاكم الزملي، قبل قليل كنت تتحدث بلهجة ربما شديدة على
ائتلاف دولة القانون الحاكم أو حزب الدعوة ربما، وحتى يعني ذكرت موضوع جوازات السفر والجنسية الأخرى، يعني وكأنك لست راض عما يجري يعني خلال 13 عاما مضت. إذا كنتم هكذا يعني لماذا أنتم في هذا التحالف معهم كل هذه الفترة؟ إذن لماذا لم تنفصلوا عن هذا التحالف؟ أنتم تشكلون أن 13 عاما يتحمله ائتلاف دولة القانون أو حزب الدعوة تحديدا، هكذا هو اعتراضك؟ نعم أخي العزيز، احنا نعم اشتركنا بالحكومة وكنا ندعم حتى حكومة العبادي، لكن عندما نشعر أنه لا حلول ولا فائدة، وبالنتيجة الآن إرادة الشعب العراقي تبين أنه حكم هذه الأحزاب والنتائج التي جاءت بها هذه الأحزاب لم تقدم شيء للعراق، وبالنتيجة احنا الآن في طور أنه على الأقل نصلح العملية السياسية، نساعد هؤلاء في تغيير نهج الحكم وما يجري من فساد من ما جنى شيء، سواء حتى التيار الصدري في دخوله في هذه العملية السياسية لم نجن شيء، وبذلك المشروع الإصلاح الذي قدمه سماحة السيد مقتدى الصدر هو لإصلاح العملية السياسية، لمساعدة العراقيين، لمساعدة الحكومة الحالية، لمساعدة العبادي حتى يستطيع أن يخرج من دعم أو ضغط الأحزاب التي الحزب الذي ينتمي له أو الكتل السياسية التي ينتمي لها أو التي مشتركة في العملية السياسية. وبالنتيجة أعتقد مهم جدا للعبادي، وإن كنا اشتركنا، نعم كان هناك أخطاء والاحتراف بالخطأ فضيلة، الآن على الأقل وصلنا في مرحلة لا يمكن أن تطاق، وبالنتيجة المشاركة في هذه الحكومة ونعطي الفرصة للعبادي أن يقوم على الأقل تكوين حكومة مهنية. وسمعنا دائما العبادي يتكلم أن هذا الوزير لا أستطيع أن أغيره، هذا الوزير لا يمتثل إلى أوامري، وبالنتيجة المتظاهرين السيد الصدر أعطاه فرصة باختيار حكومة مهنية، حكومة تكنوقراط تستطيع أن تنهض بأعباء الدولة وتستطيع أن تغير على الأقل في الملف الاقتصادي، في الملف الأمني، زالت معاناة المواطن العراقي. لكن ما أشوفان العباد ما جاي يستفيد من هذه الفرصة التي جاءت، سواء دعم الشعب، دعم السيد الصدر، دعم المرجعية، كان يفترض أن يستفيد من هذا الدعم الغير محدود وأن يتبرأ أو ينحل من حزبه ويبتعد من الخناق الذي يحاول أن يحكم عليه من الأحزاب والكتل السياسية وخاصة الحزب الذي ينتمي له. طيب سيد حاكم زامل، ابقى معي لو سمحت. في أول رد فعل وصلنا من السيد رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري، وصلنا هذا الرد منه في نقاط مهمة. النقطة الأولى، البرلمان ملتزم بالإصلاح ضمن خطوات واضحة ومحددة. ثانيا، البرلمان لن يسمح بالتلكؤ في إتمام عملية الإصلاح. وثالثا، الكتل النيابية لم تتوضح لديها آلية التغيير الوزاري المطلوب. دعني أعيد هذه النقاط الثلاث مرة أخرى. أول رد للدكتور سليم الجبوري رئيس برلمان العراقي حول كلمة السيد العبادي. النقطة الأولى، البرلمان ملتزم بالإصلاح ضمن خطوات واضحة ومحددة. ثانيا، البرلمان لن يسمح بالتلكؤ في إتمام عملية الإصلاح. وثالثا، الكتل النيابية لم تتوضح لديها آلية التغيير الوزاري المطلوب. هذه أبرز ثلاث نقاط في أول رد للسيد الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي. ما رأيكم سيد حاكم الزامل؟ تفضل. نعم فعلا لا زال العبادي غير واضح في طروحاته، الكتل السياسية لم تتوضح لها رؤية العبادي في التغيير، ما هي الوزارات التي سيغيرها، ما هو الوزراء الذي لديه تحفظ على وزرائها أو الكتل الذي لديه تحفظ على وزرائها. النتيجة احنا سمعنا من العبادي أنه سيكون تغيير شامل، الآن لاحظنا أن العبادي متردد في هذا التغيير، مرة يقول أنا راح أغير 9 وزراء، مرة يقول أنا راح أغير 5 وزراء، وبالنتيجة هو خايف ويخشى من ضغط الكتل السياسية. البرلمان جاد، والبرلمان أنا أعتقد ساعي في أن يدعم العبادي ويساعد العبادي عندما يختار وزراء مهنيين، ولا يستطيع البرلمان أن يقف بوجه الشارع العراقي الغاضب والشارع العراقي الذي يريد التغيير، وبالنتيجة لا يستطيع أن يخسر البرلمان سمعته في الشارع العراقي. لذلك على العبادي أن يكون فعلا جاد ويأتي بالكابينة الوزارية والحكومة المهنية حتى يستطيع البرلمان أن يصوت له.
هناك سيكون هناك احتراض، لكن احتراض أنا أعتقد قليل، وهناك كتل بدأت تتشكل، ونعتقد هذه الكتل مع التغيير الشامل مع مساعدة العبادي في أن يقوم وينجح في اختيار وزراء مهنيين. هذه المرحلة إذا كان فعلا العبادي جاد، أنا كان يفترض اليوم يوم الأربعاء هو الموعد الذي يأتي بحكومته، لكن أعطى أسبوع، وأنا أقول حتى الأسبوع القادم لا يمكن للعبادي أن يأتي بحكومة إذا كان يعتمد على الكتل السياسية وترشيحات الكتل السياسية. كثير من هذه الكتل بيّن تحفظها وعدم رغبتها بتغيير وزرائها، وبالنتيجة هي لا تخسر وزرائها ولا تنصاع لما يريده العبادي. إذن البرلمان ورئيس البرلمان محق في هذه النقاط المهمة. ولكن سيد حاكم الزاملي، أنتم حسب هذا البيان، بيان ائتلاف دولة القانون، إذا خرجت الاعتصامات من التيار الصدري فأنتم خارجون عن القانون، خارجون عن القانون، واضح بنص هذا البيان. عندما نقرأ هنا، يعني الآن تقرأ، نقول نؤكد أن التظاهر حق دستوري، إلا أن الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريا بل خارج عن القانون، وهو بوابة لمزيد من الاشتباكات في الجبهة الداخلية. أنتم كمعتصمين إذن أنتم خارجون عن القانون إذا ما ذهبت اعتصامات التيار الصدري حسب بيان ائتلاف دولة القانون، ما ردكم؟ أنا بينت لك حسب الدستور من حق المواطن، وهذا حق كفله الدستور العراقي، وبينت حسب المادة 38 ثالثا، وبينا أنه الاعتصامات سلمية، لا يوجد أي سلاح ولا يحق لأي شخص أن يحمل السلاح، وكل من يحمل السلاح سيتم إلقاء القبض عليه وتسليمه للحكومة العراقية، وهناك تعاون مع الأجهزة الأمنية، ولا يحق لأحد أن يحمل السلاح. تلك المادة خاصة بالتظاهرات، الاعتصامات لا تختلف عن التظاهرات، لا تحتدي على مواطنين، لا تقوم بالاعتداء على الأجهزة الأمنية، بل هي متعاونة مع الأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية بينت علاقتها وتعاونها. أما من يتكلم بهذه الطريقة فما أعتقد أنه، هذا خطاب تضليلي، خطاب تصعيدي، خطاب يحاول أن يؤثر على قرار العبادي في الموافقة على أن يقوم المتظاهرين بالاعتصام، وأعتقد العبادي لا ينجر وراء هذه الخطابات التي من شأنها تزيد من الاحتقان وتزيد من الاحتكاك، وبالنتيجة الجميع لا يقبل، لا الأجهزة الأمنية ولا المحتصمين ولا المتظاهرين ينجر لهذه الخطابات التي هي لا تمثل الشعب العراقي، تمثل بعض السياسيين الذين أفلسوا، وبالنتيجة من حقهم يبينوا مخاوفهم من خلال الخطابات الرنانة، وكان يفترض أن ينصاعوا لأمر ومطالب الشعب العراقي وأن يبتعدوا من هذه الخطابات التي تزيد من نغمة الشعب عليهم. أنا أعتقد الاعتصامات سلمية، لا يمكن لأي جهة أن تحمل السلاح ولا نسمح، وأنا باعتباري رئيس لجنة الأمن والدفاع لا نسمح ولا أسمح لأي جهة تحمل السلاح بوجه سواء الأجهزة الأمنية، لا يحق لأي متظاهر، لا يحق لأي محتصم أن يحمل السلاح بخيم الاعتصام أو يقوم بتهديد الأجهزة الأمنية أو يقطع الطرق أو يقوم بأي إساءة للعراقيين. جاءت هذه الاعتصامات وجاءت هذه التظاهرات هي للحصول وللدفاع عن حقوق العراقيين، هي لم تأتي نغمة على العراقيين. عندما يحمل السلاح ويهدد أمن الدولة وتقطع الشوارع، هذه تكون ضد مطالب السيد الصدر، هذه ضد مشروع السيد الصدر الإصلاحي، جاء للإصلاح لا جاء للتخريب وجاء للفساد والدمار، جاء للإصلاح، ومن يأتي للإصلاح لا يحمل السلاح ولا يهدد ولا يقطع الشوارع. هذا كما قلت حق دستوري كفله الدستور، من حق المواطن العراقي أو المتظاهر يتظاهر في أي مكان آخر، لا يهدد الآخرين، ومن حقه يحتصم في أي مكان آخر بحيث لا يعتدي على الآخرين ولا يحمل السلاح. وكل التظاهرات لم يقوم بها أي متظاهر بالتجاوز على الدولة، على ممتلكات الدولة، بل حافظوا، وبعد انتهاء التظاهرة قاموا مشايخ وقاموا متظاهرين بتنظيف المناطق، ساحة التحرير وكذلك بوابات المنطقة الخضراء من النفايات، وساعدوا الأجهزة الأمنية وقدموا الورود إلى الأجهزة الأمنية، بل نجد أن الأجهزة الأمنية دائما هي تشكر المتظاهرين لتعاونهم وتعاملهم مع الأجهزة الأمنية. أما من يأتي وتكلم بلغة السلاح
ولغة التهديد، فأكيد هذا سيخسر منصبه سواء كان وزير أو بهيئة مستقلة كما يدعون أو بمنصب معين حصل عليه من الحزب أو من جهة معينة، وبالنتيجة هو يدافع عن مكسبه الحزبي الذي أكيد مطالب المتظاهرين والمحتصمين هي إزالة المفسدين والسراق والذين تسللوا إلى الأجهزة الأمنية وإلى المفاصل المهمة في الدولة العراقية دون أن يكون لهم حق مشروع في ذلك. شكرا لك السيد حاكم الزاملي القيادي البارز في التيار الصدري، شكرا لك. ننوه مشاهدينا إلى أن هذه التغطية الكبيرة مستمرة، وباب الشرقية نيوز كما هو الحال دائما مفتوح لأي طرف يحب المشاركة في هذه التغطية الخاصة أو تصحيح معلومة أو إضافة أو أي تعقيب. طبعا استمعنا إلى وجهة نظر التحالف الكردستاني حول كلمة العبادي والموقف الأخير من التغيير الوزاري، استمعنا إلى الحزب الإسلامي والسيد أياد السامورائي كان معنا في بداية الحصاد، الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي بين لنا أيضا بشكل شخصي موقفه من هذه الكلمة، ونحن بانتظار المجلس الأعلى والسادة في حزب الدعوة نحاول الاتصال بهم السيد عمار الحكيم لبيان أي الموقف أيضا من ما يجري في العراق. نتوجه الآن إلى السيد حسين الشهرستاني من السليمانية رئيس كتلة مستقلون أبرز القيادات في ائتلاف دولة القانون ولنستمع لرأيه. الحقيقة ما أفهمه بأن راد يشرك جميع الكتل السياسية بتقديم من هو الأفضل المتوفر عندهم من خلال هذه الاستمارات، هذا لا يعني حسب فهمي بأن سيكون هناك تغيير بالضرورة بناء على هذه الترشيحات وهذه الاستمارات، ولكن أعطى لنفسه فرصة كي يطلع على الترشيحات من الكتل المختلفة. أنا أتفق مع الرأي اللي أفهمه من سؤالك اللي هو مجرد تغيير الوزير بوزير آخر تحت مسمى التكنوقراط قد لا يغير أداء الوزارة، لأن الوزارة ليس فقط بشخص الوزير وإنما بالكوادر القيادية في الوزارة من الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين إلى برنامج عمل الوزارة إلى الخطط الموضوعة وكفاءة الأداء. هذه كلها أمور لا يستطيع الوزير مجرد بتغيير شخص الوزير أن يغير واقع الوزارة وأدائها بشكل جذري، ولذا أن نتوقع مجرد تغيير الوزير سيؤدي إلى تقديم الخدمات بين ليلة وضحاها، هذا أمر الحقيقة توقع ليس في محله. طيب دكتور، بالنسبة لموقف الكرد وعلى لسان السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كردستان، هو قال بأن إذا ما مس الموضوع الوزراء الكرد فإن هناك موقف من الكرد مع العرب في العراق، كيف تردون على هذا الموضوع؟ لا شوف، هاي لغة التهديد لا أحد الحقيقة يصغي لها كثيرا، وإنما ما هو متعارف عليه وما هو مطلوب ومتبنى في المراحل المختلفة للعملية السياسية مشاركة كل مكونات الشعب العراقي سواء من خلال الانتخابات في البرلمان أو من خلال التشكيل الحكومية، ولذا وجود ممثلين لكل مكون من مكونات الشعب العراقي، وهذا لا ينحصر بالكرد أو بالشيعة أو بالسنة أو بالتركمان، إنما هو مطلب عام، لأن العراق هؤلاء هم مكونات الأساسيين ولا بد أن يكون لهم حضور. أما فرض الشخصية بذاتها بعينها من قبل أي جهة من الجهات هذا أمر غير مقبول. إذن مستمرون معكم في أكبر استعراض لردود الأفعال حول كلمة السيد العبادي وكذلك التغيير الوزاري المرتقب، وننتظر ردا أيضا من المجلس الأعلى وكذلك من دولة القانون ومن حزب الدعوة. دعونا ننتقل إلى رأي السياسي العراقي السيد ليث كبة حول هذا الموضوع، نتابع. الجمهور ما استفاد شيء من هذا التقاسم للسلطة، الجمهور يتطلع إلى تعليم أفضل، إلى خدمة أفضل، إلى شارع أفضل، سكن أفضل، هذا لم يحصل، وما لم تحصل نقلة نوعية في تفكير الساسة العراقيين وصانعي الرأي سيستمر الوضع في التشرذم والتدهور. ويحزنني طبعا، هو هذا ليس قدر، هذا خيار إذا غيرنا المسار، لكن يحزنني إذا استمرينا على هذا المسار القادم يكون أسوأ من ما يحصل رغم الإنجازات التي حصلت اللي أهمها الحرية.
لا يوجد بديل لمشروع دولة، لا يوجد بديل لمشروع دولة ما لم ينتقلوا أساسا من التفكير بالسلطة إلى التفكير بدولة خدمات. هذا لن يحصل. الدولة لن تقدمها الأمم المتحدة لنا ولا أمريكا ولا روسيا، يعني الدولة بمعنى بنى الدولة. الدولة وتغيير صلتنا التي تحدثت بالتراث الديني أو تعديلها أو توضيحها لن يقوم بها طرف خارج المنطقة. وطبعا أشارك الرأي لكل من قال الحلول الأمنية والعسكرية لن تنهي داعش إطلاقا، بالعكس ستظهر حركات قد تكون أكثر تغولا من داعش. هذه تحولات يجب أن تجري في المنطقة. أيضا مشاهدينا، رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي كان له رأي حول التطورات الأخيرة، رئيس الوزراء قال غير واضح، دعونا نستمع إلى تصريحه. سيد رئيس الوزراء غير واضح فيما يريد، وبالتأكيد الوزارة فيها كفاءات مهمة، وإذا كان هناك أي ملاحظات حول أي وزير فعليه أن يحيل الأمر إلى مجلس النواب ويطالب باستجواب الوزير أو إقالة الوزير ويرشح آخرين من خلال التوازنات السياسية الموجودة، ولكن هذا لم يظهر أبدا مع سيد رئيس الوزراء، لم يعلمنا بأي تفصيل، وهذا يدل أنه غير يعني يعرف ماذا يريد لحد الآن، وهذا أمر بالنسبة لنا محبط ومؤسف. لكنه أرسل استمارات لكي ترشح الكتل، يعني الأشخاص من التكنوقراط، ترشح على ماذا؟ يعني لم يعلمنا أي وزارات يريد أن يعدل، ثم أي كفاءات يريد، يعني مجرد هي إلقاء الكرة في ملعب الآخرين وتحميلهم المسؤولية، وباعتقادي هو المسؤول إذا كان هناك فشل في الحكومة قبل الوزراء، وأيضا أي تعديل مع عدم الوضوح يدل أنه هي محاولة للهروب إلى الأمام وليس للوصول إلى حقيقة الإصلاحات. هذا المستمر معكم في هذا الحصاد. حذرت النائب عن محافظة ديالى غيداء قنبش من استغلال قوى سياسية للمنح المالية المقدمة من قبل الدول والمنظمات لملف النازحين. وقالت قمش في بيان أن دولا أجنبية وعربية ومنظمات دولية قدمت منحا ومساعدات إنسانية بمبالغ مالية كبيرة لدعم ملف النازحين في العراق بعد أحداث حزيران 2014، إلا أن الوقائع على الأرض تؤكد بأن أغلب النازحين لا يزالون في وضع إنساني صعب وقاس للغاية، ولم تسهم المساعدات بإحداث تغيير جوهري في حياتهم. وأضافت قمش أن هناك معلومات تتحدث عن إعطاء بعض الدول والمنظمات منحا مالية لساسة وشخصيات حكومية لم تسمهم ليقوموا هم بإنفاقها على النازحين، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام، داعية تلك الدول والمنظمات إلى كشفها بشكل دقيق ليتسنى للرأي العام بيان أين ذهبت الأموال الطائلة التي خصصت لمساعدات النازحين. تنضم مباشرة إلينا السيدة غيداء قنبش، وهي عضو لجنة التنسيق العليا والنائب عن ديالى. مرحبا بك سيدة غيداء قنبش، ونعتذر عن هذا التأخير بسبب التغطية الكبرى لاستعراض الآراء الكتل السياسية حول كلمة السيد العبادي والأخبار العاجلة. مرحبا بك مرة أخرى. دعينا قبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع، موضوع ملف النازحين والمنح المالية أيضا، ما رأيكم أنتم في كلمة السيد حيدر العبادي حول تغيير الوزاري؟ تفضل. مرحبا بك أخي الكريم، ومرحبا بقناتكم الكريمة، وشكرا للاستضافة وإتاحة الفرصة لي ولزملائي ولبقية السياسيين لإداء بآرائهم. أعتقد أخي الكريم لو سألتني قبل يومين وربما ثلاثة أيام ماذا سيقول للعبادي بعد انتهاء هذه المدة لأجبتك بالكلام الذي قاله اليوم بهذه الكلمة. الكلمة كانت معروفة من يعني قبلنا مسبقا، وأنتم استضفتوني أيضا في اليوم الذي استضيف به رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، وقلت لك ويعني حينها وفسر الماء بعد الجهد بالماء. اليوم أنا متأكدة بأن هذا الشيء فعلا قد تحقق. نحن اعتدنا هذه يعني اعتدنا هذه التصريحات وتوقعنا هذه التصريحات. التغيير الوزاري أعتقد يعني، وممكن أن أنوه عبر من ببركم هذا، أعتقد أنه
ورقة الإصلاح اليوم طوت، يعني طوت هذه الورقة ولم يعد هناك تغيير وزاري بعد كلمة السيد العبادي لهذا اليوم. يعني مسألة الكتل السياسية أن ترشح بدلاء، صحيح كل الكتل السياسية وافقت العبادي وقالت إنها مع الإصلاح، شاءت أم أبت، هل هي رغبة الشارع، رغبة الجماهير، فعلا حاجة ملحة من أجل الإصلاح، الكل يريد الإصلاح، لكن الكل يلقي بالمسؤولية أو يلقي بالكرة إلى ملعب الجهة الأخرى، لكن بالتأكيد هناك مسؤول عن هذا الموضوع، وإلا لماذا تقوم، يعني لماذا تقوم أصلا العملية السياسية على اختيار حكومة ورئيس حكومة وأن تسمي حكومة من قبل الكتلة الأكبر إن كانت تعيد هذه الحكومة الكرة إلى ملعب الكتل السياسية؟ بالتأكيد الكتل السياسية لم تفهم ما أراده العبادي، لأن العبادي لم يريد أن يفهم الكتل السياسية، أراد مسبقا أن يقول بأن سوف أرسل هذه الاستمارة أو الوثيقة كما ظهرت، ومن ثم هو كان متأكدا بأن الكتل السياسية لن ترشح بدلاء، لأن الموضوع ليس يتعلق كما أسلف الكل بأن بتغيير الوجوه وبالتغيير الوزاري، وأصيغت هذه الورقة بطريقة كان متأكدا منها السيد العبادي بأن الكتل لن ترشح، وبالتالي نحن كنا أيضا متأكدين بأن الكلمة سوف تكون بهذا النحو، بأن الكتل السياسية وأن الكتل السياسية هي مشاركة بالحكومة وتريد الإصلاح لكنها لا تساعدني، لكن مجلس النواب كان قبلها قد قال للسيد العبادي ممكن أن كان فعلا، مع أننا متحفظين بأن التغيير أو الإصلاح التي تريده على الأقل تحالف القوى أو اتحاد القوى، نحن من يريده لم يكن بالتغيير الوزاري، وأن الإصلاح كان جذري وحقيقي، وما نريده أصلا القبول أو تحقيق أو تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي الذي شاركنا من أجلها في العملية السياسية. ولماذا يريد السيد العبادي أن نرسل له بدلاء أو يعني نجيبه لما يريده هو، ولا يجيبنا أو لا يوافق على ما كنا قد طلبناه سابقا بالنسبة لاتحاد القوى، بالنسبة للاتفاق السياسي، وبالنسبة لبقية الكتل السياسية؟ كثير من الكتل السياسية شاركتنا الرأي بأن هناك موضوع أهم من التغيير الوزاري، موضوع الملف بالوكالات، أن ترسل لنا الهيئات الدرجات الخاصة، هذا موضوع كان أولى بالسيد العبادي، فبالتأكيد الكتل السياسية لا يعني لا تحقق رغبة السيد العبادي بإرسال ما يريد، لأنه لا يريد أصلا إرسال هذه، لأنه يريد أن يتهم الكتل السياسية، وبالتالي يظهر بأنه لم ينجح بالتغيير الوزاري الذي هو يختلف تماما عن قضية الإصلاح، لأن الكتل السياسية لم تساعده. طيب سيدة غيداء، النقطة الأساسية التي نحاول أن نركز عليها في حصاد الليلة، أنتم في تحالف القوى فقط بشكل واضح، قدمتم أسماء مرشحيكم أم لا؟ قدمتم للعبادي أسماء مرشحيكم أم لا؟ لم نقدم لأي بديل، لم نقدم لأسماء مرشحين، لأن الصورة واضحة والكل تكلم عنها، لأن لا أصلا لا نعرف لأي وزارة سوف نقدم هذه المرشحين. ثم مبدأ أن تختار الكتل مرة ثانية تقنقراط، هذا مبدأ يختلف تماما عن مفهوم التقنقراط أصلا. التقنقراط ليس لا يرشح من حزب، تعرفين أن أول دولة يعني استفادت من مفهوم التقنقراط هو أو حكم التقنقراط هي دولة الصين، لكن عند تجربة الصين بتحويل الدولة من زراعية إلى صناعية، أرسلت كابينة وزارية منذ نعومة أظافرها، تجربة كانت عميقة ونجحت فعلا. اليوم لا يمكن أن نتكلم بمصطلحات وشعارات يعني عريضة وطوباوية، لا يمكن أن تتحقق بالعراق، أو ممكن أن تتحقق لو كانت إرادة فعلا حقيقية. التكنقراط ذهبوا في الصين، ذهبوا كابينة وزارية كاملة في العشرينات، ذهبت ودرست في الدول الصناعية كيف تحول، وعندما أعادت بعد أعيدت إلى الدولة لكي تحكم كانت قد استلمت صلاحية واسعة، ابتعدت تماما عن السياسة، نهضت بالدولة من أجل أن تظهر فعلا بأنها دولة صناعية، دولة قوية، دولة بعيدة عن هذه المناكفات السياسية التي حدثت في العراق، سيدة قنبش يعني أنهت العملية السياسية وأثبتت العملية السياسية. دعينا نتوسع في الحوار أكثر، سيدة قنبش لو سمحتي، ابقي معنا لو سمحتي، دعينا نتوسع أكثر.
دعنا نشرك زميلك معنا أيضا السيد عمار الشبلي وهو عضو عن كتلة حزب الدعوة وأيضا عن ائتلاف دولة القانون. نرحب بك سيد عمار الشبلي. ابقى معنا سيدة غيدة قنبش، سنحاول أن نوسع هذا الحوار. السيد عمار الشبلي يريد أن يدلي برأيه أيضا وبرأي حزب الدعوة أيضا المنظم تحت أيضا ائتلاف دولة القانون وحول ما بعض ردود الأفعال التي وردت في هذا الحصاد حول كلمة السيد العبادي والتظاهرات والاعتصامات وكذلك التغيير الوزاري المرتقب. مرحبا بك سيد عمار الشبلي، تفضل. أهلا وسهلا بكم، تحية لك ولضيوفك الكرام ومشاهديك الكرام. أعتقد أن الكتل السياسية لحد الآن لم تمتلك الوضوح الكامل لتساعد رئيس الوزراء على التغيير. دولة القانون كانت سباقة قبل شهر في اجتماعها برئاسة زعيمها نور المالكي وبحضور السيد العبادي، إذ أنها خولته بتغيير أي من وزراء دولة القانون. طبعا أنا أتحدث باسم دولة القانون على ما حضرته، واليوم كنا في اجتماع، خولت رئيس الوزراء بتغيير أي من وزرائها في دولة القانون. بقية الكتل السياسية طالبها السيد العبادي قبل شهرين بأنها تقدم بدلاء. أنت تقول أنه التكنوقراط أو زميلتك في التقديم قال التكنوقراط بعيدة عن يعني يجب أن يعود بيكونوا بعيدين عن الكتل السياسية. لا، نحن في نظام برلماني يمثل إرادة الشعب العراقي، والكتل السياسية عندما تأتي بدلاء يعني لا يقدح أن يكون الوزير حزبيا. الذي يقدح هو عدم انسجام الكابينة الوزارية أو فساد بعض الوزراء. لذلك على الكتل السياسية، ونحن اليوم في بيان دولة القانون الذي تلاز زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي، دعونا الكتل السياسية للإسراع في المهلة التي أعطاها لها السيد الدكتور العبادي في هذا الأسبوع، وهناك عطلة للبرلمان 10 أيام عليها أن تسعى في تقديم الوزراء البدلاء. يعني السيد العبادي لم يقطع عذر للكتل السياسية، يعني حتى وصل إلى التغيير الجزئي كمرحلة أولى، ومن ثم التغيير الشامل بأنه طلب من اتحاد القوى بالذات بأن يقدموا ما يرونه حاليا حاضرا للتغيير من وزراء، ليس كل وزراء، وفي المرحلة الثانية يتم التغيير الشامل. لذلك على الكتل السياسية أن تكون أكثر روحا مع السيد العبادي، يساعده في التغيير الذي دعت له المرجعية ودعا له الشعب العراقي، وأن تنصت إلى لغة العقل. نعم. طيب سيد عمار، يعني من المهم جدا أنك كنت أحد الحاضرين أثناء بيان ائتلاف دولة القانون. جاء في البيان عبارات رنانة، ولكن استوقفتنا كلمة الرجال بالرجال والسلاح بالسلاح. ماذا برأيك يقصدون تماما في هذا الموضوع؟ لا، العبارات لم تكررنا، على العبارات كانت تحكي واقع. يعني اليوم فهم بيان مجلس الوزراء نقلته بعض الفضائيات خطأ ومغالطة. البيان الذي صدر اليوم يمثل رأي مجلس الوزراء، وكل الوزراء بما فيهم الأخوة في تيار الحرار كانوا موافقين عليه، وكانت لديهم بعض الملاحظات، وانخرف اجتماع مجلس الوزراء اليوم أمس بالاتفاق على هذا البيان الذي دعا إلى عدم التأثير على القوات الأمنية وإشغالها باعتصامات. والكل يعرف أن قانون السلامة الوطنية أوجب على من يريد التظاهر أن يكون بعيدا عن المؤسسات الحكومية، وأن لا تكون التجمعات وقت الذروة، هناك ساعات معينة، ولا يؤثر على النظام العام وعلى مؤسسات الدولة. لذلك فهم خطأ، والرد الذي جاء عصر حقيقة يثير الاستغراب. البعض وصفه بأنه بيان لا يختلف عن بيان البعض، والبعض نسبه إلى أنه بيان حزب الدعوة، وبعيد عن حزب الدعوة الذي اتفق عليه كل مجلس الوزراء. وكانت يوم أمس لم يكن أي من الوزراء غائبا، لذلك البيان لم يكن يمثل إرادة كتلة بذاتها، كان يمثل إرادة كل الكتلة السياسية. فعليك أن ترجع إلى البيان. البيان تاع كل الكتل السياسية ما فيهم الأخوة في تيار الحرار بتغليب لغة العقل. وهنالك مدة أعطاها السيد رئيس الوزراء إلى الكتل السياسية مدة أسبوع بإمكان الأخوة في التيار الفردي تقديم بدلاء عن وزرائهم واتحاد القوى، وكذلك الأخوة في التحالف الكردستاني بشقين الثلاثة، التغيير والاتحاد والحزب الديمقراطي والتحالف الوطني، بقية أقطاب التحالف الوطني في المجلس الأعلى والفريق الإصلاح، لتنظر عملية سياسية، وأن لا تجعل الاعتصامات منسبا لتدخل بعض الإرهابيين وبقايا البعض. لذلك البيان لم يكن عبارات فضاضة ولا رنانة كما وصفتي، كان لغة عقلانية دعا إلى لغة الحوار
والا الى الى تذكر دماء الشهداء التي صغرت في الحج الشعبي مجاهدينا، وان لا تؤثر المناكفات السياسيه على زخم المعركه، وخصوصا نحن الان في طور تحرير الموصل، يعني القوات مقبله على تحرير الموصل. هذا ما دعا له البيان ولك ان ترجع اليه. سيد عمار الشبلي، يعني ولكن عبارة السلاح بالسلاح والرجال بالرجال فهمها السيد حاكم الزاملي على أنها مواجهة مسلحة، ثم قال هو وصف البيان، ليس نحن من وصف، هو قال السيد حاكم الزاملي، اسمح لي أرجوك بس اسمح لي فقط في هذه الكلمة، اسمح لي فقط اسمح لي أرجوك، السيد حاكم الزاملي وصف هذا البيان، سيد عمار الشبلي أرجوك اسمح لي فقط في مداخلة، فقط أرجوك اسمح لي سيد عمار الشبلي. شاهدنا مجاميع مسلحة، بعض الأخوة في تيار الحاس تبرؤوا من هذه المظاهر، شاهدنا هنالك مظاهر مسلحة في بعض المنطقة الخضراء، والأخوة في تيار الأحرار وهنالك بيان صدر بأنهم بريئون من هذه التصرفات. التهديد باقتحام المنطقة الخضراء لا يخدم العملية السياسية. نعم قد تكون كتلة الأحرار ودور القانون، طبعا سبقت تيار الأحرار في الدعوة إلى التغيير الشامل، وهذا ليس خافيا على لسان كل دور القانون سواء زعيمها أو بقية النوبة والوزراء. طيب. لذلك هنالك مهلة، ما الفائدة الآن من الاعتصام وهنالك مهلة 7 أيام طلبها رئيس الوزراء أو منحها لكتل السياسية؟ عندما تنتهي، عندما ينتهي الحوار، وأعتقد أن الحوار لن ينتهي، هنالك اجتماع كان التحالف الوطني، بإمكان التحالف الوطني أن يلتهم بزعاماته الخمسة ويصلون، ولكن المشكلة ليس في التحالف الوطني فقط. السيد وقد الصدر يعرف أن بقية الكتل السياسية إلى الآن لم تجلب رئيس الوزراء إلى ما دعا إليه، لا التحالف الكردستاني كان واضحا، ولا الأخوة في اتحاد القوى كانوا واضحين بأنهم مع التغيير. طيب. مع التغيير الجزئي أو مع التغيير الشامل، الرأي الذي تبناه الأخوة في التيار الأحرار ودور القانون إلى الآن هو التغيير الشامل. بقية الكتل السياسية لم تكن واضحة لا امام شعبها ولا طيب. امام مطاعم وضحت هذه المعلومه سيد عمار الشبلي. لو سمحت، الان هنالك كتلتان دعايتا الى التغيير الشامل، هما كتله الاحرار ودور القانون، وهما يمثلان تقريبا نصف البرلمان. فليمضوا مع رئيس الوزراء الى الكتل السياسيه تراخت او تلكت في تقديم البدل، فليذهب تذهب هاتين الكتلتين الى مجلس النواب العراقي ويفرضان على الكتل السياسيه سيد عمار الشبلي. ولكن يبدو ان بعد هذا البيان سيد عمار الشبلي ارجوك اسمح لي ودور القانون تشكيل. طيب سيد عمار الشبلي ارجوك اسمح لي، سميها ما شئت من التكنوقراطيه. سيد عمار الشبلي اسمح لي لو سمحت المشكله ليس في سيد رئيس الوزراء ولا دور القانون، المشكله في سيد عمار الشبلي. سيد عمار الشبلي اسمح لي، توجه السهام إلى الحكومة أو إلى المنطقة الخضراء. طيب. لتوجه السهام إلى الذين إلى الآن لم يروحوا موقفهم. طيب سيد عمار الشبلي اسمح لي لو سمحت، الحكومة قال أنا أطلب التغيير الشامل، سيد عمار هل تسمعني؟ التغيير الشامل، التيار الأحرار يقول التغيير الشامل، بقية الكتل السياسية لم تكن واضحة إلينا إلى ساعة. طيب. برنامجك هذا. طيب سيد عمار الشبلي اسمح لي لو سمحت، يبدو أن العلاقة بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون بعد هذا البيان ستتغير المجرى هذه العلاقة. السيد حاكم الزاملي وصف هذا البيان بأنه بيان من أفلسوا، بيان المفلسين، هكذا وصف هذا البيان، قال هذا البيان بيان من أفلسوا، بيان المفلسين، هكذا وصفه، وصف البيان السيد حاكم الزاملي. عزيزي مع احترامي للزميل وصديق عزيز، السيد حاكم الزاملي لا يستطيع أن يحكم على أساس البرلمان بأنهم مفلسين. دور القانون الآن اللاعب الأكبر، وموقفها تجاه المرجعيه وتجاه الشعب العراقي بان يكفيها انها قبل شهرين عرضت استقالات وزرائها، وبالمناسبه حزب الدعوه كتله حزب الدعوه لا تمتلك اي وزير سوى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء غير مطلوب ان يغير الان بشهاده كل الكتل السياسيه. طيب سيد عمار، سيد عمار ارجوك انتهى الوقت فقط بكلمه واحده، عندما تقولون السلاح بالسلاح والرجال بالرجال، هذه تهديد ام لا؟ سيد عمار، الكتل السياسيه هي المفلسه لا دور القانون، دور القانون الان اعلنت، انت قلت ان السلاح بالسلاح ليس تهديد. سيد عمار لا اعرف ان كنت تسمعنا فقط لنستطيع ان نتحاور بصوره صحيحه. زعيم التنكر القانون، وهذا البيان الذي قراه السيد المالكي سيد عمار السيد العبادي على مدى ساعة وربع. النقطة الأخيرة وبكلمة واحدة، أنت قلت السلاح بالسلاح ليس تهديد، إذن هو ماذا؟ تحت أي بند يصنف مثلا؟
من قال السلاح عزيزتي؟ البيان قال بأن قطعات السلاح وتجاوز القوانين لن يؤدي إلا الفتنة وإلى إشغال القوى الأمنية. يبدو أن البيان ليس بين يديك، يعني على سبيل ما تقولي البيان واضح. كيف يقول السلاح بالسلاح وكان عن القوات المسلحة كان جالسا في الاجتماع؟ السلاح الشرعي الوحيد اليوم هو سلاح الدولة فقط وسلاح الحشد الشعبي، ما عداه لا يوجد سلاح شرعي لا بيد دور القانون ولا بيد. كل سلاح خارج عن إطار الدولة والحشد الشعبي هو سلاح بطل غير معترف به. هنالك جهات متربصة بالعملية السياسية، ونحن لم نقل أن الأخوة في تيار الأحرار أو المعتصمين سيستخدمون السلاح، لا. مناسبات بسيطة، مجلس فاتحة يختلفه الإرهابيون. نعتذر منك عن المقاطعة، ولكن لضيق الوقت السيد عمار الشبلي عضو كتلة الدعوة في ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مباشرة من جديد إلى سيدة غيداء كنبش. سيدة غيداء، استمعت لما جرى ولهذه المكالمة، ما هو تقييمك لكلام السيد عمار الشبلي زميلك وأيضا لبيان ائتلاف دولة القانون؟ نعم عزيزتي، يعني هي المسألة واضحة. أعتقد أن اليوم ما ذكره الزميل بأن الكتل السياسية هي التي من تعيق، يعني هي مسألة إجراءات دستورية وقانونية. لماذا احنا نتهم الكتل السياسية وبأيدينا صلاحيات أن نمارسها تحقق ما نريد؟ بعدين الكتل السياسية، أؤكد مالك مرة ثانية، الورقة التغيير الوزاري كما يريدها السيد العبادي التي وردت في الوثيقة التي أرسلها إلى الكتل السياسية، يا أختي انسوها، هذا التغيير لن يحدث كما يريده السيد العبادي. إن كان فعلا قادرا على التغيير وزاري شامل أو جزئي بطريقة أخرى قد رسمها له الدستور وإجراءات وصلاحيات كفلها له الدستور، فليأتي بها ويعرض إلى مجلس النواب، ومجلس النواب سوف يقول كلمتي سواء بالإجماع سواء بالأغلبية. أما أن ترسل إلى الكتل السياسية بهذه الصيغة، اختاروا من واتركوا من، لا نريد. نحن نتكلم عن اتحاد القوى، لا نريد أن نشارك بهذه العملية، لا نريد أن نغير بهذه الطريقة، لأننا أصلا لا نعتبر أن هذا إصلاح. الإصلاح الحقيقي الإصلاح هو إصلاح كل المنظومة. هذا الكلام بدأ متكرر، حتى بدأ يمله الشعب يا أختي العزيزة. لذلك بدأ الشعب يأخذ اليوم بكلمته ويريد أن يوصلها هو بنفسه. تعرفون أن السلطة والدولة هي عقد قائم بين الشعب والحاكم. عندما يرى أن الشعب أو الجمهور يرى أن هذا العقد بدأ لا يمثله أو لا يحقق مصالحه، بالتأكيد يريد أن ينهي هذا العقد. فنحن يعني قلناها دائما ونقولها ونكررها، وللأسف لا يوجد من يسمعنا، والكل يعتبر أن هذا استهداف لكل العملية السياسية. العملية السياسية والتي دخلنا فيها على مضض رغم كل سلبياتها، نريد أن نتبقى بما نحافظ على ما تبقى منها بشكل يؤمن سلامة المواطنين والعراقيين من الشمال إلى الجنوب. العملية السياسية التي قامت بدم نريد أن نحافظ عليها، ولا نريد أن تتغير بدم. هذا يربطني ببيان دولة القانون. أختي العزيزة، إن كان هذا فعلا هذا التصريح وارد بأن الرجال بالرجال والسلاح بالسلاح، لا يمكن أن تكون هذه هذه حل هذه المشاكل. ثم هذا تصعيد واضح، المتظاهرين والمعتصمين لم يصلوا إلى هذه الحالة إلا بعد أن أخفقت كل الكتل السياسية، والاعتراف بهذا الإخفاق ليس عيبا بل بالعكس هو فضيلة. الاعتراف بأن يجب أن نأخذ بكل السبل ولا نكتفي بالتغيير الوزاري، لأنه شكل وإطار لصورة قبيحة لا يمكن أن نجملها بهذا البرواز البسيط والتغيير الوزاري، وأن نقوم بجلب وزراء 22 أو أكثر أو أقل لحل هذه الأزمة. انسوا موضوع التغيير الوزاري، أنا أقولها وأنا مسؤولة
عن كلمته. هذه الورقة قد طوت لأننا سوف ندخل في الأسبوع القادم إلى موضوع أصعب، وكأنما الحكومة فعلا تهرب من أزمة إلى أزمة أخرى، وهذا التصعيد هو دليل على أننا نريد أن نذهب إلى أزمة يعني غير هذه أزمة التغيير الوزاري، إلى مشكلة أكبر، ولا يعرف الكل يعني الكل هو يعني ذاهب إلى المجهول، والكل يسأل إلى أين سوف نذهب. اليوم هناك شعب بالكامل ناقم على العملية السياسية، ناقم على البرلمان، ناقم على الحكومة. طيب سيدة غيدة قمش، ابقى معنا لو سمحتي، سننتقل إلى موضوع بيانك حول ملف النازحين، ولكن دعينا نشاهد هذا الرأي من المجلس الأعلى، نتابع. قضية الإصلاحات منذ بداية الحركة للإصلاحات ولحد هذه اللحظة لم أقتنع فيها لا لشيء. الإصلاح يحتاج مصداقية ويحتاج قول وفعل، فعلا إحنا نريد إصلاح. أولا قضية الإصلاح هي مو تغيير الشخص، أن يتغير هذا الشخص يأتي مكانه، وكأنما القضية هي بقضية الوزير، لا تغير انتهى. تبدأ من الرئيس، هل هو أن الرئيس جاد فعلا لمحاربة الفساد والمفسدين وأن يحكم البلد حتى يبني البلد ويبني الدولة، أم يبني السلطة والحزب؟ هذا العنوان أولا. اثنين، من أأتي بالتكنوقراط إن شاء الله ونخليه على الكرسي، هاي الوكلاء المدراء العامين الموظفين الوزارة اللي هي بحدود 2000 و3000 و4000 كلها أحزاب، هذا التكنوقراط شلون راح يدير؟ الهيئات المستقلة اللي العبادي حتى عين منهم في وقته، كأن تكون هيئة الحاج، البنك المركزي، هيئة الاتصالات، الانتخابات بما فيها النزاهة، الهيئات الأخرى، المن محسوبة، المن هي هيئات مستقلة لو هيئات مستغلة. لا يمكن أن تستبعد آراء الكتل السياسية اللي هي بشكل البرلمان، لا يمكن أن تستبعد، ولذلك يؤخذ ولا وفق معايير ممكن أن تتوفر هذه المعايير لدى ناس هي في الكتل السياسية، وممكن الكتل السياسية تقدم أكثر من شخصية للوزارة ويتم اختيارها من قبل رئيس الوزراء في إطار المعايير أو من قبل لجنة يحددها رئيس الوزراء. المفروض تماشيا مع الإصلاحات، التزاما بالإصلاحات، تخلصا من المحاصصة، تحركا بالاتجاه الصحيح، المفروض الكتل النيابية تصوت حتى ولو لم يأتي العبادي بشخوص منها. المفروض إما أن تعطي هي وزراها ويختار العبادي منها، أو تصوت على ما يقدمه العبادي حتى نمشي بالاتجاه الصحيح. استمعت إلى رأيين سيدة غيدة قنبش، الأول كان طبعا للسيد عبد العزيز العقيري في عن كتلة المواطن عن المجلس الأعلى، والثاني كان لعامر الخزاعي القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون. تعليقك سيدة غيدة قنبش. يعني والله هذا يعني الموضوع لا يستحق الى يعني ان نذهب الى هذه المهاترات، الى هذا الحد، والشعب يغلي والجمهور والشارع مترقب الى ما هو اكبر من ذلك ومتخوف في نفس الوقت. يعني هذا الموضوع نحن ككتل سياسيه ان لم نرشح او نقدم بدلاء، اعتقد اننا حملنا يعني من كاهل السيد العبادي الكثير وساعدناه الى هذا الموضوع. نحن خلصناه من هذه المساله وتركنا الموضوع له وقلنا له اذا تريد تقدم انت قدم انت، اما احنا سوف لن نقدم بدلاء لانها اصلا كما اسلفت ليس هذا الموضوع. اذا مشاهدينا نذيع عليكم الان بيان ائتلاف دولة القانون. نعتذر منك سيدة غيداء كنبش للمقاطعة، ولكن ورد الان بيان ائتلاف دولة القانون، سوف نستمع لابرز ما جاء فيه ونعود اليك من جديد، نذهب اليه مباشرة مشاهدينا لنستمع معه. الايجابي بين المكونات الاساسية تبرز امامنا ظاهرة غريبة في ظرف حرج، وهي الطريقة التي يريد البعض بها إجراء عملية الإصلاح وفق قناعاته وسياقات تفكيره حصرا دون مراعاة الآليات الدستورية، ليفتح ثغرة في جدار الوحدة الوطنية
يتسلل من خلالها أعداء العراق والعملية السياسية ويجدوا نضالتهم وفرصتهم لإسقاط العملية السياسية، وتتحرك البؤر المعادية لشعبنا ووطننا والعصابات الإجرامية والإرهابيين والطائفيين لينتقموا للضربات التي وجهناها لهم على يد أبطالنا. لذا نؤكد أهمية تحقيق الانسجام السياسي بين المكونات والكتل، لأنه الأساس في عملية الإصلاح، وبدونه يصعب تحقيق الإصلاح المنشود وبسط الأمن ومعالجة أزمة الخدمات وتشريع القوانين. لكن التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخاً في ضرب أسس الأمن الوطني وأسس العملية السياسية، وجعل الجميع يحبس أنفاسه خوفاً من انفلات الأوضاع الأمنية. ولن يستطيع أحد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الأوضاع المتداعية التي سيستغلها أعداؤنا جميعاً. لذا نهيب بالقوى السياسية إلى المبادرة بالموافقة على إجراء التعديل الوزاري كخطوة على الطريق، وإلى التكاتف حول أسس التفاهم والشراكة التي ينظمها الدستور مع شعور عال بالمسؤولية. ونهيب بالحكومة وأجهزتنا الأمنية المظفرة بضرورة التماسك ومواجهة أي خرق أمني مخالف للقوانين والخروج عليها لمنع محاولات إثارة الفوضى. وإذ نؤكد أن التظاهر حق دستوري وفق الضوابط التي ألزم بها القانون، إلا أن الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستورياً بل خارجاً على القانون، وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية، الأمر الذي يساعد داعش وأعداء العراق والقوى المضادة إلى استغلال هذه الأجواء انتقاماً من العراق الجديد الذي نسجل عليه ملاحظاتنا، لكنه يبقى هو الأمل في تجاوز عهد الدكتاتورية والتفرد ولغة القوة والعنف والطائفية. وإن دماء الشهداء وفي مقدمتهم الصدرين الشهيدين الذين قضوا على يد البعث المقبور، وآلاف الشهداء الذين قضوا على يد الإرهاب حالياً، تستصرخ الجميع إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والحذر من أي مغامرة ستقضي على كل منجز من الحرية والديمقراطية وتوجهات بناء الدولة، رغم الصعاب التي يضعها الإرهاب وداعموه والمتحالفون معه. إلا أننا نعض على جراحنا ونستمر في استئصال هذه الغدد ليستقيم الأمر بالعمل الجماعي والتفاهم وفق الأسس والمبادئ الوطنية، وليس في أجواء التهديدات وقرقعة السلاح الذي لن يخرج أحد فيه رابحا. قلناها سابقا ونكررها هنا أيضا، لا سبيل إلى حل الأزمات سوى بالحوار المباشر والمكاشفة بين الشركاء في العملية السياسية، والله من وراء القصد ائتلاف دولة القانون. إذن مشاهدينا، عرضنا عليكم بيان ائتلاف دولة القانون حول اعتصام الجمعة، وكنا قد قرأنا عليكم نص البيان منذ حوالي الساعة. نعود مجددا إليك سيدة غيداء كمبش، إذا كان لديك أي تعليق حول هذا البيان، وبالإضافة إلى بيانك أيضا أو بيانك من ملف النازحين، تفضل. نعم، يعني هذا البيان يذكرني وعاد بي بالتاريخ إلى الاعتصامات التي ظهرت في محافظاتنا الستة المنتفضة، وكنا قد نوهنا ونبهنا بالفعل حول أنه هذه المظاهرات بدأت سلمية والاعتصامات بدأت سلمية، وكنا قد نحن من أشرنا نتخوف من يأتي ويركب هذه الموجة ويستغل هذا الوضع، وفعلا حصل ما حصل وانتهت بما انتهت إليه
المشهد بصورة مأساوية لاحتلال وضياع كثير من مدننا ولكثير من محافظاتنا للأسف، وخسرنا دماء كثيرة من أجل إعادة بعض الكيلومترات، وحتى قمنا بأن نسح يعني نحسبها بالشبر الواحد لكي نعيد هذه الأرض ونعيد المواطنين المؤمنين بوحدة العراق وضرورة الحفاظ على أرض العراق وتماسك الشعب. لكن هذا الموضوع لن يعني كل الذي حدث نخشى أن يتكرر بصورة أخرى في أي مكان آخر من العراق، لكن بنفس الوقت لا يحل بهذه البيانات ولا يحل بالحوارات، لأننا فعلا قمنا بالعض على جراحنا كل المواطنين في العراق، كل المواطنين في العراق وكل العراقيين قد نزفوا دما وعضوا على جراحهم من أجل أن تستمر الحياة وأن يستمر العراق باسمه واحدا موحدا. لكن للأسف هذا الاستمرار قد طال والمدة طالت والسنين قد طالت، وثلاثة عشر عاما من الدماء ومن الأبرياء ومن المعتقلين ومن السجون ومن المهمشين ومن المغيبين، ومن يمتلك السلطة لا يفعل إلا ما يقول. يجب أن نعود إلى الحوار، ويجب أن نعود بالإيمان بالمشاركة، بأي مشاركة وكيف نتشارك وكيف نتحاور وإلى متى نتحاور ونحن ننزف. هذه الملايين التي خرجت لم تخرج لم تخرج اعتباطا، هذه الملايين التي نزحت يعني فقط في توضيح مهم نعم يعني في بمأساة نعم في واليوم مهم. اربط الموضوع بموضوع البيان الذي نعم. سألتني لدينا توضيح مهم سيدة غيداء قنبش. البيان الذي وصل الى غرفة اخبار الشرقية نيوز، البيان الاول بيان ائتلاف دولة القانون، كان يحمل عبارة السلاح يقابله سلاح والرجال يقابلهم رجال، لكن البيان الذي تلاه أمين عام حزب الدعوة رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي والذي أذعناه عليكم قبل قليل قد خلى من هذه العبارة. للحق الإعلامي فقط نريد أن نؤكد على ذلك. قبل قليل وردتنا هذه النسخة الأولى وفيه عبارة السلاح يقابله سلاح والرجال يقابلهم رجال، ولكن البيان الثاني الذي وصلنا الآن قد ألغيت هذه العبارة بعدما دارت هذه النقاشات حول هذه الجملة مع السيد حاكم الزاملي. أيضا قد ألغيت هذه العبارة في البيان الثاني ووصلتنا النسخة الثانية وهذه العبارة محذوفة لضمان الحق فقط، الحق الإعلامي. سيدة غيداء قنبش، هل فعلا هناك، أعود إلى موضوع النازحين، هل فعلا هناك قوى سياسية برأيك تستغل منح النازحين؟ هل لديكم إحصاءات؟ هل لديكم حقائق؟ هل لديكم أدلة أو مجرد اتهامات؟ يعني هو البيان كان واضحا، أولا كان هناك دوافع لهذه البيان، الدوافع وأنتم مشكورين فعلا كقناة حول رصد الوضع الإنساني والكارثة الإنسانية التي يمر بها النازحين. هذا الملف وهذه الدوافع ذهبت إلى دوافع إنسانية بحتة، والملف الإنساني لهذا الموضوع يعني يعني التشخيص الإنساني لهذا الملف لا نريد أن تتجاذب به أو يأخذ صبغة سياسية. لذلك يعني أنا أذكر الصورة التي تنقلوها أنتم وتنقلها كاميرتكم بالذات، يعني في هذه الأيام وعيد المرأة قائم وعيد الأم قائم، وأنتم تنقلون المرأة العراقية المكرمة الشريفة الرافعة الرأس دوما رغم كل الجراحة التي مرت عليها، رغم الحصار اللي مرت بعشر سنين، رغم حروب مع الإيران لمدة أيضا ثمان سنوات، ورغم ما مر بها من عام 2003 ولحد الآن، وبقت المرأة العراقية رفعت الرأس. ولكن أن تظهر بهذه الصورة المرأة العراقية نازحة معها أطفال تبكي، عين تبكي على الشباب الذين لا تعرف أخذهم الجهات الأمنية ولا تعرف أين هم، وعين تبقى على الأطفال الذين يتضورون جوعا، وترفع صورة لبطل مي لا يكفي لا يسد عطش ورمق بقية الأطفال. هذا ملف إنساني، هو من دعانا إلى فتح هذا الملف. هذا ملف إنساني وهو مقدس ولا يمكن التلاعب بأموال المخصصة للنازحين. دعانا إلى إصدار هذا البيان. هناك كثير من الدول المانحة. أولا منظمة الأمم المتحدة تعرفون قد يعني أوقفت نشاطاتها الإغاثية منذ فترة ولم تعرف
تعد يعني تزود الى يعني الا كردستان. نعم. بسبب الاستقرار الامني والسياسي. الدول المانحه تريد ان تعطي المنح الى هذه. نعم. النازحين، لكن هناك لقاءاتنا مع كثير من السفارات من الدول تقول اننا نخشى بسبب الفساد، نخشى. ولذلك هذا البيان واضح، نحن حذرنا اولا وثانيا. نعم. نريد على الدول المانحه، الدول المانحه هي وكذلك منظمه الامم المتحده والمنظمات. نعم. الانسانيه المهتمه نذكر بهذا لك هذه المشاركه، هي من تحدد الجهات او القوى السياسيه أو حتى الجهات الأخرى التي تستعمل هذا الملف. نعم. وتستغل هذا الملف ونسألها هل فعلا تم تسليم جهات غير رسمية مبالغ من أجل إعانة النازحين أو حتى فتح ملف جديد وأنتم أيضا. نعم، نعتذر منك عن المقاطعة ولكن انتهى وقتنا. شكرا لك يا سيدة غيداء كمبش عضو لجنة التنسيق العليا النائبة عن ديالى. نذكر مشاهدينا بالتحديثات التي وردت على بيان ائتلاف دولة القانون في بداية الحصاد. وصلتنا نسخة كما قرأناها عليكم، كانت مضافة عليها عبارة الرجال بالرجال والسلاح بالسلاح، ولكن عندما انتقلنا مباشرة للسيد نوري الملكي وقرأ هذا البيان لم تكن ولم يقل هذه العبارة التي أوردناها. اليوم التغطية في هذا الحصاد تجاوزت الساعتين، حاولنا استقراء المواقف السياسية من معظم الكتل السياسية في العراق، التحالف الكردستاني، السيد اياد السامورائي رئيس الحزب الإسلامي، الدكتور سليم الجبوري تحدث شخصيا وأدلى بموقفه، وكذلك شخصيات عديدة ومتنوعة. نعم، كان معنا من التيار الصدر السيد الحاكم الزامري وأيضا السيد اياد السامورائي أمين عام الحزب الإسلامي العراقي، وأيضا من التحالف الكردستاني السيد محسن السعدون، وايضا السيد عمار الشبلي من حزب الدعوه ائتلاف دوله القانون ايضا، وكذلك ايضا السيده غيداء قنبش، وكذلك ايضا من المجلس الاعلى كان السيد عبد العزيز العقيري والسيد حسين الشهرستاني، وايضا شخصيات اخرى وعشرات الشخصيات ايضا. ابرز ايضا ما جاء في هذه الردود العاجله المباشره والعاجله من حصار هذا اليوم كان للدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، وفي ثلاث نقاط. الاولى قال البرلمان ملتزم بالاصلاح ضمن خطوات واضحة ومحددة، وقال أيضا أن البرلمان لن يسمح بالتلكؤ في إتمام عملية الإصلاح، وقال أيضا أن الكتل النيابية لم تتوضح لديها آلية التغيير الوزاري المطلوب. كذلك حق الرد مكفول دوما على قناة الشرقية نيوز وعلى مجموعة الشرقية حقيقة، وخاصة في الحصاد لكل من ورد اسمه هنا ولكل من يختلف مع من أدلى بدلوه في هذا الحصاد الحر الشامل الذي يستقطب الكثير من الشخصيات، حتى وإن كانت هذه الشخصيات السياسية مختلفة فيما بينها، يجمعهم هذا الحصاد الواحد من أجل تلاقي هذه الرؤى لمصلحة الشعب العراقي والعراق. أولا تقبلوا تحيات الكادر خلف الكاميرات، كادر غرفة أخبار الحصاد من الشرقية نيوز الذي يقف خلف هذه الكاميرات، لا تشاهدونهم نحن نشاهدهم. تقبلوا تحيات هذا الكادر وتقبلوا تحيات شيرين وتحيات مظفر، شكرا لكم وصباح الخير. Thank you.